الحقيقة إنه في فواتير أو أرقام كتير قوي لما تسمعها أو تعرفها أكيد هتندهش، زي مثلاً إنه فاتورة غذاء المصريين بتبلغ حوالي 250 مليار جنيه، منها 100 مليار جنيه أغذية مستوردة، 100 مليار أغذية مستوردة. زي برضو مثلاً معلومة اللي بتقول إن الحكومة أصدرت 2033 قرار وزاري لم تفلح هذه القرارات الوزارية جمعها في الحد من مشكلة تلوث الغذاء حتى الآن، وإنه 80% من الأغذية المتداولة في الأسواق مجهولة الهوية. يمكن ده الرقم اللي يخضك جدا لما تعرف إنه ما يقرب من 80% من الأغذية اللي موجودة في السوق اللي بتشتريها بتاكلها وبتأكلها لأولادك مجهولة الهوية. في كمان مثلا خبر أو رقم آخر هنتأكد طبعا منه من كل الأرقام دي من ضيفنا الكريم، بيقول إنه 29% من الأطفال المصريين بيعانوا من مرض التقزم بسبب سوء التغذية، وإنه حوالي 70% من مجمل الأمراض المنتشرة بين المصريين سببها تلوث الغذاء. دي كلها أرقام رسمية على فكرة، مش واخدينها من على مواقع أو كده، دي كلها أرقام بتصدر بشكل رسمي، وبالتالي الأرقام دي بنعتقد إن هي بتعكس حجم كارثة حقيقية إحنا عايشينها. الغريب بقى إن كل ده عمال يحصل في نفس الوقت اللي إحنا عندنا فيه حاجة اسمها وحدة سلامة الغذاء. الأخطر كمان من ده إنه بقالنا سنين بنسمع عن إنه في قانون لسلامة الغذاء، لسه الحقيقة مش عارفين هل هو حبيس الأدراج ولا بيتوافق عليه ولا هيتناقش ولا اترفض ولا إيه، لسه مش عارفين. خلينا نتكلم أكتر في التفاصيل دي ونعرف إحنا بناكل إيه واللي بناكله ده صح ولا لأ من ضيفنا الكريم الدكتور حسين منصور، رئيس وحدة إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء. يا صباح الخير يا دكتور، وأهلا بيك في صباح دريم. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على كل المصريين. اسمح لي بس أقول لحضرتك حاجة الأول قبل ما نشوف تقرير كده مع بعض. الحقيقة أنا من حوالي سنتين كان لي لقاء مع دكتور حسين منصور في أحد البرامج اللي كنت بقدمها، وساعتها كلمنا مع بعض عن موضوع وحدة إنشاء وحدة سلامة الغذاء، وكان ساعتها بيقول إن الوحدة دي ما زالت تحت الإنشاء. فلما الشباب زمايلي في الإعداد بنتكلم على أفكار الأسبوع فكلمنا إنه هيبقى فيه النهاردة يعني الموضوع ده، قلت بس تبقى الوحدة فوعلت خلاص يعني تم إنشائها بشكل رسمي وبدأت تشتغل، فعرفت إن هي لسه تحت الإنشاء. ده من سنتين وأكتر شوية، كمان سنتين ونص تقريبا. فعايزين نعرف ليه وإيه دور الوحدة دي، وهل صحيح اللي بنسمعه إنه في صراع بين الوزارات، كل وزارة عايزة الوحدة دي أو كل جهة عايزة الوحدة دي تتبع ليها ولا لأ؟ كل ده هنعرفه، بس تعالوا نشوف مع بعض الأول هذا التقرير السريع عن سلامة الغذاء وصحة المصريين. التأكد من سلامة غذاء المواطن أبرز الواجبات التي يجب على الحكومة القيام بها، ففي ظل تزايد حالات التسمم نتيجة تداول أغذية مجهولة المصدر واللي بتنتجها ما يطلق عليه مصانع تحت السلم أو أغذية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات، كل هذه الأسباب وغيرها أصبح إنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء ضرورة ملحة. ولأن سلامة الغذاء للمصريين بتمثل ليهم أمن قومي بيتعلق بصحة وسلامة الشعب المصري، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة الإسراع في إنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء تتبع رئاسة الوزراء ينبثق عنها قانون سلامة الغذاء حفاظا على صحة المصريين ووقايتهم من الأمراض. توجيهات الرئيس أعادت الأمل مرة أخرى للمواطنين والمصنعين في وجود هيئة قومية تراقب الأسواق وتطبق القانون وتمنع أي محاولات غش من شأنها التأثير على الصحة العامة أو الإصابة بالأمراض. وطبعا كالعادة كان لازم نستنى تصريحات السيد الرئيس وتوجيهات السيد الرئيس علشان نبدأ ننفذ حاجة ونبدأ نشتغل حاجة. ده اختصار للوضع اللي احنا فيه من سنين طويلة، بنتكلم على وحدة لسلامة الغذاء وقانون وهيئة قومية لسلامة الغذاء، ما بدأناش نجري ونشتغل عليها إلا لما السيد الرئيس أصدر توجيهاته. بدأ دكتور حسين منصور، مرة تانية بجدد ترحيب بحضرتك، ايه رأيك يا فندم في التقرير اللي شفته؟ والله كويس التقرير، يعني عرض جزء من طريقة تداول الغذاء في السوق، شكلها مش مرضي طبعا،
بنفتخر بان احنا بنعرض زي ما حضرتك شفت لحوم في الهواء ومتعلقه في الهواء ومتعرضه لكل انواع التلوث من غير ما نعرف كمان اللحوم دي اصلا كانت جت ازاي واتنقلت ازاي واتذبحت ازاي والحيوان اتربى ازاي، يعني قصه سلسله كلها. فده كله بيلخص الواقع المرير اللي احنا عايشين فيه واللي بنحاول ان احنا نغيره، وما زالت لسه في عقبات. بالتاكيد احنا يعني في منتهى السعاده بالتصريح اللي صرح به سياده رئيس الجمهوريه والدفعه اللي هو اداها، وان هي ما وصلتش لسه للوزارات، خاصه الليفل الثاني اللي ورا الوزراء على طول، لان هم دول المشكله الاساسيه من الاول للاخر. يعني لان هم دول اللي باقيين، لان دايما بيحصل تغييرات في الوزارات وبالتالي بتيجي ناس لسه بتدرس الملفات من جديد وخلافه، انما الصف الثاني هو موجود على طول، فكل مره جاهز بنفس الكلام ما بيغيرش، يفتح حتى الدرج يطلع الملف يعرضه يرجعه الدرج ويقفل الدرج تاني. يعني احنا ملينا من احنا نسمع الكلام دوت، يعني ملينا ان احنا نسمع ان تكون وزاره معينه ليها حق دستوري في الرقابه على الغذاء. ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش دستور ادى لوزاره معينه حق معين. الوزارات بتاخد اختصاصها من تكليف رئيس الجمهوريه عين لما بيشكل وزاره، انما ما فيش في الدستور اختصاصات لوزاره معينه. من ناحيه تانية الجزء كبير جدا برضو من تفسير التدني اللي احنا شفناه في التداول نتيجه ان الثقافه العامه لسلامه الغذاء مش موجوده، لان لا توجد جهه ايضا حطت الثقافه جزء من عملها سواء للمتداول او للمستهلك. وبالتالي لا المتداول شايف فيه خطا، ولا المستهلك شايف فيه خطا، ولا المراقب شايف فيه خطا، والخطر عمال يتراكم جوانا واحنا كلنا كمصريين بندفع ثمنه. احنا فندم وصلنا مرحله صعبه قوي، ان بقى دلوقتي المستهلك ساعات تيجي تقول له يا سيدي اللحمه دي ممكن تبقى بايظه، يقول لك يا عم احنا معدتنا بتهضم الزلط. احنا وصلنا لمرحله ان احنا حتى زي ما حضرتك بتقول مع يعني فقدنا حته قيمه الغذاء اللي ناكله والمفروض قد ايه يكون سليم. طيب اسمح لي قبل ما ارجع اكمل مع حضرتك ناخد استاذ احمد. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اهلا بيك، اتفضل. حضرتك احمد من كام؟ من مقاطعه مركز السنبلاوين الدقهليه. من الدقهليه؟ من مقاطعه مركز السنبلاوين. من فين يا فندم؟ من السنبلاوين، اهلا بيك اتفضل. اهلا حضرتك. اولا المأكولات الفاسده ملك المحلات على مستوى بلدنا. انا بدخل المحلات، بدخل محلات معينه بلاقي صفيحه الجبنه عليها صدى، بفتح الصفيحه الاقي الكيس اللي جوه اللي فيه الجبنه عليه صدى، وما عادش فيه مفتش صحه بيعدي. كنا زمان بنلاقي فيه مفتش صحه بيمر على المحلات، ما عادش الكلام ده. عدنا بنشوف اللحمه، فيه لحمه ب 50 جنيه وفيه لحمه ب 70 جنيه و 80، دي ايه ودي ايه؟ ما اعرفش. المواطن احتار، انا احترت على ليه ما عادش فيه صحه، ما عادش فيه مفتش صحه بتمر على المحلات. يعني احنا كنا زمان بنلاقي المحلات بتقفل كلها عشان بتاع الصحه بيمر. وممكن برضو يا استاذ احمد يبقى في مفتش صحه عنده ضمير ومحترم بيعدي، فلما يشوف حاجه غلط بيكتبها، وممكن يبقى في مفتش صحه تاني زميله بيعدي وبيشوف حاجه غلط بس ما بيكتبهاش. حضرتك ما عدناش بنشوف مفتشين صحه اطلاقا على الاطلاق. زمان ما عادش الكلام ده الايام دي خالص. فالمفروض الصحه تشتغل برضو. انا ما اعرفش كمواطن، انا شايف في حاجه قدامي، انا بشوف الصدى عشان هو باين، انما اللحمه هعرفها ازاي؟ في لحمه ب 50 ولحمه ب 80. طيب الجبنه البايظه دي انا هنعمل فيها؟ ما هو انت مش عارف ايه الحلو وايه الوحش. فعلا يعني انا احترت من كتر الاشياء ومن من كتر ما يعني ما خساره الاشياء ما عادتش حاجه، ما قلتش واثق في حاجه. انا بشكرك بشكرك يا استاذ احمد. دكتور حسين ايه رايك؟ موضوع الجبن وموضوع اللحوم ونعرفها ازاي من بعض، وفكره كمان فعلا مفتشي الصحه لو بطلوا يعدوا زي الاول ايه بقى؟ بص حضرتك شوفي، هو عرض ثلاث حاجات في بعض. منهم نفصل ما بين السعر وما بين التلوث، ونفصل ما بين الطعم اللي هو ما ذكروش بس انا بضيفه له والتلوث، ونفصل ما بين التلوث الظاهر جدا والفساد الظاهر جدا للعين، وده اللي بيقع فيه ناس كتير جدا ان هم يعني الحاجه لما تكون تصل الى درجه من الفساد الكامل بتبقى باينه قدام عينك ما بتشتريهاش. يعني سمكه مثلا فسدانه ومنتنه ولونها متغير ما حدش هتشتريها.
المشكله مش في دول، المشكله ان الحاجه يبقى شكلها كويس وهي ملوثه من الداخل، سواء ملوثه بملوثات كيماويه او ملوثه بملوثات ميكروبيه، والانسان العادي ما يقدرش يشوفها بعينه. طب ادينا مثل يا دكتور. اي حاجه اللحوم مثلا، يعني بص حضرتك، سواء اللحوم سواء الخضار اللي فيه مبيدات من الداخل انت مش هتشوفيها طبعا، فهي شكل الخيار او شكل الطماطم جيد، لكن المحتوى اللي داخله من الملوثات عالي. مفيش اي رقابه، يعني شوفي حضرتك دلوقتي هو بيتكلم في الرقابه اللي من قبل وزاره الصحه انها قلت عن الزمان، وهو راصد ده، يعني ده مواطن ما بيشتغلش لحساب حد، هو راصد ان مفيش الزيارات اللي كانت موجوده ما بقتش موجوده. طيب ده حاجه كويسه جدا. انا بقول له بقى ده في اماكن ما فيهاش اصلا لا زمان ولا دلوقتي، يعني عمر في تاريخ مصر ما كان في رقابه على الانتاج الاولي سواء كان نباتي او سواء كان حيواني. في اي عصر من العصور؟ في اي عصر من العصور؟ على خلال الستين سنه قبل الثوره بعد الثوره؟ بقول لحضرتك على خلال الستين سنه اللي فاتت. يعني وبالتالي لا يوجد اي معلومات حقيقيه نقدر نعرفها على ماذا ناكل. يعني حضرتك ذكرتي في المقدمه ان في 80% من الاكل مش مراقب او عشوائي او خلافه. انا بقول لك ان 100% من الاكل اللي منتج احنا ما نعرفش عنه معلومات، وبالتالي ما نعرفش هو قد ايه حجم التلوث اللي فيه. دي المشكله اللي هنا، ان لا توجد عندك وزاره معنيه زي وزاره الزراعه، ما عندها، هي بتهتم بالابحاث، تهتم بالارشاد اللي هو توقف بقاله سنين طويله، انما ما فيش اي اهتمام بالرقابه على المنتج اثناء الزراعه. وهناك فرق كبير جدا ان انا اخد عينات افحصها في معمل وادفع ثمن الفحص للتصدير، وفرق ان انا اراقب ماذا ياكله المصريين. اللي بياكله المصريون لازم يكون مراقب اثناء الزراعه. احنا ما عندناش معلومات الحيوان بياكل ايه، بيشرب ايه، ايه العلاجات اللي بياخدها، هل في فتره سماح للعلاج بتاع الحيوان بحيث ان ينخفض مستوى الدواء اللي داخل جسمه والمضاد الحيوي بحيث ان هو ما يبقاش ليه تاثير على اللبن وعلى اللحم وعلى البيض؟ الاجابه لا نعلم، لان النظام اصلا مش موجود. فده جزء من المشكله. المشكلة الأكبر بقى إنك تجدي إن رغم هذا الدور المعدوم، نيجي نتكلم على تغيير نظام لسلامة الغذاء يبقى في اعتراض من جهة زي دي. طب أنت بتعترضي على إيه؟ يعني إيه نعترض إن إحنا نخلي يوم أفضل لمصر ونظام أحسن بقى حضرتك وأنت ما بتقومش بالدور اللي عليك أصلا؟ يعني أنت ما بتقومش أصلا بالدور اللي عليك، فأنت ليه ضد حاجة تانية تطلع؟ ده طيب. جزء من المشكلة. تمام. كويس. الجزء التاني بقى. طيب في رقابة على الإنتاج المتداول من وزارة أخرى. على السوق المحلي. السؤال، التشريع اللي أنت بتشتغل عليه للرقابة، ما هو الرقابة تبدأ بإيه؟ الرقابة تبدأ بمسطرة بقيس بيها إزاي أراقب. طب إذا كانت المسطرة دي نفسها مقاييس المراقبة إيه؟ أو مقاييس الجودة بالنسبة لي إيه؟ أيوه، يعني عندك مقاييس وعندك مسطرة بتقيسي بيها. طب المسطرة اللي عندك ده مفيش مسطرة في إيدك. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلاً إن مفيش في قانون الغذاء كلمة عن درجات الحرارة نهائياً. فمفيش كلمة عن درجات الحرارة، يبقى بالتالي كل الأغذية اللي محتاجة درجات حرارة منخفضة ومعروضة للمستهلك في درجة حرارة عالية، أنت مش شايفها إنها غلط. هو احنا عندنا قانون غذاء اصلا موجود، احنا عندنا زي ما حضرتك ذكرتي تعدل 2000. تمام. كويس. التشريع هنا حاجتين، التشريع قانون وقرار وزاري. تمام. التشريعات توقفت عند سنه 66، يعني ما عندناش بعد 66 تشريعات قوانين بتطلع جديده من سنة 66 لحد النهارده. بس من سنة 66 للنهارده في امراض كتيرة جدا صابت الحيوانات. أيوة. في بقى حاجات منتجات جديدة طبعا. أيوة. في حاجات فروزن بتنزل متلجة والتغيير وخلافه، ما ينفعش تدوب ونرجع نجمدها. في حاجات كتيرة قانون الغش معمول من 75 سنة. 75 سنة القانون الغش ده ما اتغيرش مفهوم الغش. فانت بنتكلم على ايه؟ يعني بنتكلم على تطبيق ايه؟ يعني هنا المراقب اللي هو جه ولا ما جاش؟ ولا اقول لك على حاجة، هو سواء راح او ما راحش مش هتفرق، يعني النتيجة واحدة، لأن هو قاعد بيقيس بمقاييس عفى عليها الزمن، انتهت من التاريخ، مش موجودة. ففي التالي دوره هنا ما هوش دور فعال. طيب
مفهومنا هنا للرقابة ده الجزء الثاني من الموضوع، انه مبني على ان احنا ناخد عينات. طب اخد عينات مثلا على سبيل المثال ارض بتزرع بميه مجاري، بتاخد عينات ليه؟ يعني ايه اللي انت متوقعه تلاقيه فيها؟ ملهاش معنى. بالاضافه بقى ان اخد العينات هنا مصدر اخر من مصادر عدم الفاعليه في الرقابه على الغذاء. ليه؟ اولا المعامل اللي موجوده في وزاره الزراعه لا تراقب، لا تفحص الا المستورد والمصدر. يعني عايزين نصدر حاجه نروح للمعامل دي ونقول لها احنا عايزين نصدر ده، شوف لنا ايه الحاجات اللي موجوده فيه. لو لقت فيه ملوثات يقوم المصدر ما يصدرهاش. راحت فين بقى؟ كانها حضرتك وانا. يعني احنا كمستهلكين موجوده هنا دلوقتي، احنا كمستهلكين موجوده في الطن. المشكله هنا فين بقى؟ المشكله احنا بنهضم الزلط، ودي مقوله سائده. لا احنا ما بنهضمش الزلط. ليه احنا ما بنهضمش الزلط؟ لان احنا كائنات انسانيه زي كل الكائنات الانسانيه اللي خلقها ربنا في كل حته في العالم. احنا قعدنا نقر على نفسنا والله ونقول احنا بنهضم الزلط لغايه ما جالنا امراض الدنيا كلها. في فرق كبير جدا جدا ما بين ان انا اكل غذاء ملوث واصاب بغثيان او قيء او اسهال، او ان انا اكل غذاء ملوث ولا اصاب باي حاجه من دول ويظل الاثر بتاعه يتراكم في جسمي على 10 15 20 سنه. هوب فشل كلوي، هوب فشل كبدي، هوب الزهايمر، هوب طبعا بقى ده غير السكر والضغط والحاجات دي ونخش في سرطانات. ده اللي احنا مش راصدينه. يعني انا راصد ان انا المفروض اشوف مين اللي يرصده يا فندم، الصحه ولا الزراعه ولا هو تكاتف مجموعه من الهيئات؟ مين اللي المفروض يرصد؟ لا اللي بيرصد الحاله الصحيه الصحه. لا مش قصدي مين اللي المفروض يبقى بيتابع الاكل اللي عندنا ده بيأثر ازاي على المصريين سلبا او ايجابا؟ مين اللي المفروض يعمل ده؟ الصحه ديفينتلي. انما المراقبه على الغذاء نفسها ملهاش بالضروره انها وظيفه الصحه خالص، ملهاش علاقه لا بالصحه. لا مش ملهاش علاقه. مش بالضروره ان هي اللي تقوم بيها بل حضرتك يعني هي تقوم بدور قياس تاثير الرقابه الفعاله على صحه الانسان. هل الرقابه اللي حصلت اثرت على صحه الانسان ايجابيا ام سلبا؟ ده دورها. انما تقوم هي بالرقابه مش ضروري هي اللي تقوم بالرقابه خالص. لان القانون لما يجي يقول مثلا ايه، يقول ان وزير الصحه عليه ان هو يضع مواصفات المحتوى الميكروبي، ما قالش ان هو اللي يراقب. هو يضع مواصفات بس، القانون ما قالش انه يراقب. كونه هو يراقب بالك ده حته زياده، لكن القانون ما قالش كده. هو قال له حط المواصفات. طيب ما قالوش ان انت تراقب. طيب اسمح لي نرجع للوحده نفسها بقى. طيب. وحده سلامه الغذاء زي ما انا قلت في المقدمه، انا من سنتين ونص تقريبا قابلت حضرتك، اللي هي شرف ان انا قابلك في اللقاء في التلفزيون، واتكلمنا عن الوحده وكنا بنامل انه يتم تفعيل دورها وتعطى القوى الكافيه علشان بويس. تقدر تمارس دورها. لغايه النهارده لسه ده ما حصلش. احنا اولا نفرق ما بين حاجتين، نفرق ما بين الوحده وبين الهيئه القوميه لسلامه الغذاء. تمام. الوحده فائدتها انشاء الهيئه القوميه لسلامه الغذاء، ده دور الوحده. فدور الوحده ليس رقابه، هي انشاء الهيئه. ازاي ننشئ الهيئه؟ ازاي نعمل القوانين الجديده؟ ازاي نحط مواصفات لكل الحاجات اللي مطلوبه ان هي تشتغل؟ ده الفكره بتاعت الوحده. المفروض ان كان دورها انتهى من فتره طويله، من سنين. ده ما حصلش. ليه؟ لان الهيئه لسه ما طلعتش، وبالتالي ما زالت هي بتدفع لخروج الهيئه. احنا النهارده لاول مره في تاريخ حياه الوحده من ساعه ما انشئت في 2008 لحد النهارده نسمح تصريح من رئيس الجمهوريه، يا جماعه اعملوا الهيئه. طيب النقطه بقى هنا، طب الوحده دي بتعمل ايه خلال السنين دي؟ النهارده منظومه الغذاء منظومه معقده جدا وفيها اطراف كثيره. يعني فيها اطراف تخص خريجين العلوم وتخص البيطري والزراعه تموين لا ده لسه الجهات. انا بكلمك على اللي بيشتغلوا فيها. تمام. والمهندسين، يعني لما بنتكلم على التعبئه والتغليف والنقل دي كلها تخصصات مختلفه جدا. تمام. وبالتالي ليست اختصاص وزاره الصحه، وليس اختصاص وزاره الزراعه، وليس اختصاص وزاره الصناعه، وليس اختصاص يعني. عليك النور. فلازم تكون هيئه مستقله فيها كل التخصصات دي وملهاش هم تاني الا سلامه الغذاء. طيب يبقى دي محتاجه تشريعات. طيب القوانين اللي موجوده اللي عندنا بالالاف
وموجوده من سنين طويله جدا وعفى عليها الزمن، محتاجه قوانين جديده. الوحده دي بتخرج كل شهرين منتج جديد ازاي نعمل سلامه الغذاء في المستقبل. فحطت بقى قانون الغذاء الجديد، حطت المعامل تشتغل ازاي، البروتوكولات بتاعت التعامل معاها، تدريب العاملين، الهيكل الاداري لل، وفي مره من احد الحلقات كانت في التلفزيون انا جبت لهم يعني شنطه سفر مليانه المنتجات دي عشان خاطر ان انا اوري ان في انتاج طالع ومستمر عشان يحل المشاكل. لان احنا الفكره ايه؟ الفكره افرض ان بكره الصبح الهيئه طلعت، هل بعد بكره الصبح الغذاء هيبقى في مصر صح؟ لا طبعا. طيب محتاجه وقت طبعا. يبقى كل اللي احنا استغليناه من منتجات هيسرع فتره احساس المستهلك بكفاءه النظام الجديد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان بدل ما كنا لسه هنعمل الحاجات دي كلها بعد الهيئه ما طلعت، احنا عملناها قبل الهيئه ما تطلع. فبالتالي بنوفر الوقت اللي الهيئه تشتغل فيه. الهيئه عندها استراتيجيه. مثلا هنبتدي بايه؟ هل اول حاجه تبتدي بيها مثلا يعني الباعة الجائلين اللي في الشارع اللي هم بيبيعوا فول زي ما شفنا الراجل عمال يعمل الفول ويحطه في طبق ويغسله في جردل، ولا نبتدي بالمصانع الكبيرة، ولا الجبنة البيضة اللي هي نبتدي باللحوم يعني؟ احنا عملنا مثلا يعني احد الدراسات العديدة اللي اتعملت برضو دي نقطة تانية، دراسة المجازر، وحطينا ازاي نقدر ان احنا نحسن المجازر ويعود على الاقتصاد القومي بعائد يزيد عن المليار جنيه. يعني هنا لان المجازر مش فقط بتطلع لحمه، ده بتطلع مصنوعات تانية، بتطلع جيلاتين وبتطلع جلد وبتطلع حاجات كتير جدا. فكل ده مش موجود في مصر بالكفاءه المطلوبه. انا كنت عملت يا فندم سلسله من حلقات في برنامجي السابق يعني قبل صباح دريم عن المجازر في مصر وما يحدث فيها، وكنت حتى مختاره عنوان للحمله اللي انا كنت عاملاها دي، هل احنا متاكدين انه اللحوم اللي بناكلها في مصر هنا ذبحت على الشريعه الاسلاميه ام لا؟ والحقيقه انه طول ما انا بعد الموضوع كنت بحتاج ابص على فيديوهات واتكلم مع ناس وكده، وتوصلت الحقيقه واحده بس، هي انه كان لازم اقطع او امنع اكل اللحمه الحقيقه. حقيقي لا بكلم بجد، لانه يعني لغايه ما نطمئن ونحس انه الدوله واخده بالها من الموضوع ده وان احنا بناكل لحوم امنه وعلى الشريعه الاسلاميه، يبقى لا يعني مش هنموت لو ما اكلناش لحمه كام شهر الصراحه. هو بقى للاسف شديد جدا اللحمه واضحه قدامنا، لان بنشوف مناظر غير انسانيه في الذبح وغايه في القذاره في السلخ والتقطيع والنقل بشكل واضح. للاسف النباتات ما بتتذبحش، انما التلوث فيها مش اقل من اللحم. فلو حضرتك عايزه تمتنع عن اكل اللحوم فامتنع عن اكل النباتات برضو، ومفيش بقى خالص، ضلي بقى على التمثيل الضوئي ولا حاجه. لكن الموقف هنا ان بدل ما نمتنع عن الاكل، لا نغير نظام سلامه الغذاء تمام، وناكل اكل نظيف، لان احنا نستحق ان احنا ناكل اكل. طب لو احنا بنتكلم على الامن وعلى السلام، فحالا دلوقتي واحنا على الهوا كمان في حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي الان مع وزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز، كمان بيتكلموا على الامن وبيتكلموا على فكره انه الاسره هي اللي مسؤوله بشكل مباشر على التواصل وعلى احتضان الطفل وعلى يعني ان احنا نبقى عايشين في مجتمع مطمئنين، فكره التواصل وفكره الطمانينه. تعالوا نسمع مع بعض هذا اللقاء المباشر الان على الهواء في افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات السكانيه، ونرجع تاني على الهواء مع حضراتكم. وبسمعكم كلكم للاعلاميين وللشعب المصري وللمسؤولين في الحكومة، أي تجمهر، التجمهر ده إذا ما كانش تجمهر مسيطر عليه وفي عنده وعي نفسه، ممكن التجمهر نفسه من غير ما يقصد يأذي نفسه. ألاقي حد تاني في مكان تاني بيرد. يا جماعة أنا كنت ممكن برضه ما أتكلمش في المسائل ديت، لكن لا، أنا ما أعرفش أعمل كده، أنا ما أعرفش أخبي نفسي. أنا شايف موضوع بكلمكم فيه. الموضوع مش حكومة. إحنا ما قدرناش للتواصل مع الناس، لكن أنا بس حبيت وهو وزير الشباب بيتكلم في اللي بيتعمل،
اقول ايه الجهد اللي الدوله بتعمله، يمكن محتاجين اكتر، لكن كمان احنا محتاجين من الشعب المصري ان يحط ايديه في ايديه في ايديه مع ايدينا، مع يعني ايده في ايدينا، عشان ما يبقاش في امور تخرج عن السيطره ونزعل على اولادنا بشكل او باخر نتيجه حاجه بتحصل. تاني بقول ما احنا لا نتدخل في شؤون القضاء ولن نتدخل، والقضاء مش هيسمح لنا سواء كان الحكم يعني ما انتوا شايفين يعني. طب ماشي، اهلنا اللي هم اهالي شهداء كرداسة لما طلع حكم القضاء تألموا، مش كده برضو؟ هو كده القضاء، مش هو كده القضاء؟ يعني انتم مالكمش حاجة عندنا؟ انتم يا ابناء الشرطة وابناء الجيش وشهدائهم ومن تسبب في كده على دماغنا، لكن ارجو ان انتم تعرفوا ان ده احكام، وده كلام، ده الكلام ده بيرد على كل الادعاءات اللي اتقالت على القضاء في مصر خلال الاربع سنين ونص اللي فاتوا. القضاء بيحكم طبقا للقاضي بيشوفه، احنا لا نعلق ولا ننتقد ولا نتدخل، وارجو ان احنا نتحمل ده اذا كنا عايزين بلدنا تبقى بلد مؤسسات حقيقيه، ونستحمل نتألم ونعض على زي ما بيقولوا كده على بالنواجز يعني، لكن لا هنا ولا هنا في تدخل. والكلام اللي بقوله ده بقوله لينا كلنا، وكلنا مسؤولين، كلنا مسؤولين على ان احنا نشكل وعي حقيقي وفهم حقيقي لبعضنا البعض، وما نقولش ابدا ان ابننا ده نضغط عليه او ده يعني بالقانون. في قانون صحيح، بس احنا كمان واحنا بنعمل القانون بنراعي ان احنا نقدر نوجد صيغه تفاهم بيننا وبين شباب مصر، كل شباب مصر. اتفضل يا فندم. شكرا. هناخد حضراتكم بقى يعني حدث جميل حصل في العشر ايام الاخيره من شهر يناير، لكن دي الحقيقه الصاله المغطاه، واحده من يعني الصاله الرئيسيه دي، واحده من مجمع الصالات اللي انشئ في مصر، بدا العمل فيه سنه 89 وافتتح سنه 91 في دوره الالعاب الافريقيه، اتكلف 248 مليون جنيه في ذلك الوقت، وكان معمول على مساحه 70 فدان، لكن حجم المباني فيه بس 6000 متر مربع. فكان عندنا بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد اللي بدأت يوم 20 يناير وخلصت يوم 30 يناير، فعملنا تطوير شامل في الصالة المغطاة الموجودة. والحقيقة ست رئيس أنا كنت عند حضرتك في شهر 6 اللي فاتت، وحضرتك قلنا أن في عندنا بطولة، وتم التواصل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم الاتفاق ان احنا نخلص هذا التطوير خلال 6 اشهر قبل بدايه البطوله، وفعلا الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه مشكوره انهت هذا التطوير على اعلى مستوى، وده الشكل اللي هنشوفه دلوقتي. وبس عايز اقول يعني ان البطوله كانت على مستوى العالم كله، كل يعني رؤساء الاتحادات العالميه ورؤساء الاتحاد الافريقيه والدوليه قالوا ان دي واحده من اعظم البطولات اللي اتعملت، وان الصاله المغطاه ديت واحده من احلى 3 صالات موجودين في العالم، وان الجمهور المصري اللي كان موجود هناك خصوصا في يوم الدور قبل النهائي والنهائي، ده يعتبر من اكبر الاعداد اللي شهدتها بطوله لكره اليد في العالم. هنشوف تطوير الصاله، ده الشكل الخارجي للحقيقه ليها، وده طبعا باستخدام الليزر يعني. ده شكل المدخل، كان طبعا المفروض السيد الرئيس كان هيشرفنا في الافتتاح، بس للاسف يوم الافتتاح كان عندنا الرئيس الصيني، ويوم الختام كان الرئيس في مؤتمر القمه الاثيوبي في اثيوبيا والقمه الافريقيه، فده كان منظر البطوله في الافتتاح. ده شكل الصاله المغطاه، ان الصاله بتشيل 16500 كرسي بخلاف الاعلاميين. ده شكلها بعد التطوير، ودي اللي هنستضيف عليها المباراة الافتتاحية لكأس العالم بعد ما مصر حظت بتنظيم كأس العالم للكبار لكرة اليد 2021، فالتطوير ده في إطار استضافة البطولة. ده شكل الشاشة الكبيرة والمدرجات، ده كان برضو في حفل الافتتاح.
انا بس عايز اكد يعني يا سيادة الرئيس، احنا كان عندنا في يوم النهائي حوالي 20,000 متفرج في الصال، والحقيقة على مدار الشهر بالكامل حتى يوم 25 يناير كان عندنا مباراة مصر والجابون، ولم تتوقف البطولة في اي وقت ولم يحدث فيها مشكلة واحدة. الحقيقة بنشكر الحقيقة للقوات المسلحة على انهاء الصالة في تطوير في المعدة خلال 6 أشهر أو 6 أشهر ونص، وكانت على اعلى مستوى. كمان الحقيقة بنشكر الحقيقة الشرطة المصرية لانها كانت معانا في فترة كلها بشكل رائع جدا، مفيش مشكلة واحدة حصلت، مفيش لفظ واحد خارج حصل، مفيش اي عبارة مسيئة تمت، كل الاسر المصرية كانت موجودة، الاطفال البنات الشباب كله كان موجود بشكل رائع جدا، ادى امل كبير جدا ان ده الجمهور المصري اللي رجع تاني والاسرة المصرية اللي كانت موجودة، فكان الحقيقة حاجة رائعة جدا. والحقيقة اللي حسينا بيه واحنا في اثناء هذه البطولة ان من وجهة نظر يعني ان الامن هو مش ان يبقى الناس بتقول ان احنا عندنا امن، الناس تبقى حاسة بهذا الامن. وانا كنت شايف الامهات والابهات وهم داخلين معاهم الاطفال، فمش ممكن في شهر يناير ويوم 25 يناير وفي وسط العشر ايام الاخيره من يناير الناس بعت الاولاد والاطفال والشباب يحضروا البطوله ديت جوه الصاله المغطاه لغايه يوم النهائي كان يوم السبت 30 يناير. فالحقيقه واحده من اعظم البطولات حصلت في وقت محتاجينه جدا، ودايما بقول شهر يناير الحقيقه كان شهر بالنسبه لنا يعني في الشباب رائع. الرئيس اعلن عن سنه 2016 عام الشباب يوم 9 يناير كان يوم رائع جدا، كل المزايا اللي اخذها الشباب يوم 9 كانت كبيره جدا، النماذج الشباب اللي الرئيس استقبلها يوميها كانت كلها نماذج رائعه جدا وعملت تاثير رائع جدا، حتى اختيار الاطفال واللي عملوا الحفل الفني امام السيد الرئيس كان كلهم مبشرين جدا. بعديها فريق الطايره تاهل مباشره للاولمبياد، بعديها فريق قوس والسهم تاهل الاولمبياد، واختتم الشهر بفريق كره اليد اللي تاهل الاولمبياد. فالحقيقه شهر يناير لغايه يوم 30 كان بالنسبه لنا من اجمل الشهور، وده يعني يبقى عندنا امل كبير جدا. لكن عايز اقول ان برضو من اهم الحاجات الكبيره موضوع البرنامج التاهيل الرئاسي البي ال بي. احنا عايز اقول لحضراتكم احنا بنستخدم هذه المنشات في استقبال الشباب واجراء الاختبارات، الشباب حاسس ان دي منشآت تبع الدولة ووصلت لهذا المستوى. فالحقيقة مستوى كمان الشباب لانه تقدم على حسب معلوماتي اكتر من 73,000 شاب تم استقبال عدد كبير جدا منهم، اختبارات شخصية مع عدد كبير من الشباب تم تصفيتهم المرة الاولى الى عدة الاف، ثم اللي هنبدأه النهاردة مساء ب 500 شاب. فالحقيقة كل المنشآت دي بترفع جدا كمان حجم الولاء والانتماء للشباب لما بيشوفوا ان هذه المنشآت اللي بقى اصبحت تابعة للدولة هي اللي بقت بهذا المستوى. فالحقيقة شهر يناير يعني شهر رائع جدا، اتمنى باذن الله ان السنة كلها تكون زي شهر يناير. ده كله استكمال الصالة المغطاة. هنبدأ في المركز الاولمبي. المركز الاولمبي في المعادي ده الحقيقة يعني واحد من الاماكن الرائعة جدا واللي كانت معمولة بشكل مش مسبوق، ولازم نشكر الناس اللي عملت المركز الاولمبي ده سنة 87 صممت هذا المبنى الرائع والمنشآت الرائعة دي. كانت الارض دي تبع شركة المعادي، ودي حوالي مساحتها حوالي 56,000 متر مربع، يعني بنتكلم في حوالي 13 الى 14 فدان في الحدود دي، وكانت في ذلك الوقت قريبة جدا من يعني ابعد حتة في مصر او على يعني اطراف القاهرة، لكن دلوقتي طبعا بقت في وسط منطقة المعادي. وتم البناء فيها سنة 87، افتتحت في شهر 6 سنة 90، وكانت التكلفة في ذلك الوقت 33 مليون جنيه، والارض اللي تقيم عليها هذا المشروع قيمت في ذلك الوقت ب 8 مليون جنيه فقط، دلوقتي تجيب مليارات يعني هذه الارض. لكن الحقيقه كانت للاسف الشديد يعني نتيجه عدم الصيانه ونتيجه تدهور الحاله اللي موجود فيها اصبحت بتخسر كل سنه فوق ال 4-5 مليون جنيه اداره هذه المنشاه، بالاضافه الى ان التطوير اللي حصل في العالم كله للادوات الرياضيه اصبحت المنتخبات بتاعتنا حتى الملاعب اللي موجوده فيها ما تقدرش تتمرن عليها لاختلاف الارضيات واختلاف كل الادوات الرياضيه، فاصبحت كانها مهجوره تماما، ومنتخباتنا بتسافر بره او بتروح تعمل معسكرات في اماكن اخرى وتتحمل وزاره الشباب والرياضه قيمه هذه المعسكرات. فكان القرار اول ما تولينا المسؤوليه ان احنا نطور هذا المكان الرائع، هتشوف حضراتكم وصل لايه دلوقتي. وعايز اقول لحضراتكم ان هذا الفندق اللي امام حضراتكم ده اللي فيه 155 غرفة وهو من 6 أدوار محجوز عندنا يوميا من دلوقتي من ساعة ما بدأ التشغيل التجريبي لغاية يوم 15 مارس ما عندناش أوضة واحدة فاضية، بس احنا عملنا الحقيقة اللي هي الاوت سورسينج، احنا جبنا القوات المسلحة بتوليب وهي اللي بتدير هذا الفندق، لان احنا ما كناش عارفين ندير الفندق بالشكل المظبوط، دي مش شغلتنا ومش تخصصنا. فكان الحقيقة الحالة فيه تدهورت، لكن لما جبنا الحقيقة الشركة بدأت بشكل كبير قوي وابتدى الانتظام وان شاء الله هيحقق عائد.
احنا في الشهر اللي فات ده بس كسبانين مبلغ كبير جدا. زي ما استحب ابلغ سياده الرئيس ان احنا مركز شباب الجزيره صافي ربحه، صافي ربحه في الست اشهر الاولى من التشغيل فوق ال 60 مليون جنيه. قليل صافي الربح يا فندم. يا فندم ده مش الإيراد والله، ده صافي الربح. يعني الإيراد أكتر من كده، وبعد ما صرفنا كل الصيانة والمرتبات ده صافي الربح. أنا بضحك معك. طيب ماشي. فأنا بس عايز أقول لحضراتكم إن هذا المباني دي مباني موجودة، ونفخر إنها كانت موجودة الحقيقة. إحنا ما غيرناش شكل هذه المباني، المباني دي عملها أكبر استشاريين في مصر وعملوا حاجة رائعة جدا كلنا نفخر بيها. إحنا بس طورنا وخلينا ده المستوى اللي منتخباتنا هتيجي تتمرن فيه وتعيش فيه. الشكل الأشكال دي كلها موجودة، ويمكن هتلاحظوا حضراتكم هو نفس الألوان اللي إحنا مستخدمينها في المدينة الشبابية في شرم الشيخ، بنحاول نحافظ على هذه الألوان وهذا الشكل. وبشكر برضو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على المجهود الرائع اللي عاملينه معانا، وإحنا طبعا بنسابق الزمن معاهم لأن إحنا كمان عندنا الدورة الأولمبية السنة دي في شهر أغسطس، فكل منتخباتنا معسكرة هنا. لكن عايز أقول حاجة تانية مهمة قوي، إحنا وإحنا بنكلم حضراتكم دلوقتي موضوع شباب القبائل اللي جايين من رفح والشيخ زويد ومن حلايب وشلاتين ومن النوبه والمرسى مطروح، عندنا 160 شاب مقيمين هنا، بس ال 160 شاب مش دول كلهم، احنا بناخد 750 شاب كل اسبوع بيوصلوا ل 900 احيانا، بس دول اللي كانت الاماكن المتاحه في المركز الاولمبي، لان مع وزاره التخطيط كمان في 60 شاب بياخدوا عندنا دورات المشواري في عندنا، وعندنا منتخبات بتقيم في نفس الفندق. فاحنا عندنا الحقيقه الفندق مشغول بالكامل، المستوى اللي موجود بيه الحقيقه مشجع الناس جدا، مش مصدقين ان دي بقت منشآت الدوله، فدي حاجه مهمه جدا لان الدنيا اتغيرت شويه. الشباب بقى مطلع نتيجه دخوله على الانترنت واللي بيتفرج على القنوات الفضائيه بقى شايف وبيقارن بين المستوى اللي ممكن يكون فيه بره وهنا. لكن الحمد لله احنا رفعنا، هتشوف حضراتكم دلوقتي مستوى بقى الصالات اللي بنتلعب عليها. ده كله ده للموقع العام. ده شكل النافورة الرئيسية فيه، ودي بتمثل الخمس قارات أو اللي هي دي الشعار الأولمبي. والحقيقة برضو كان من السادة المسؤولين في الهيئة الهندسية هم أصحاب هذا الاقتراح أن يتعمل أمام الفندق هذه النافورة بالشكل الملون ده ويكون فيه الشعار الأولمبي. ده ملعب الكرة الرئيسي، وده كان موجود اصلا قبل كده، لكن احنا عملنا فيه موضوع التطوير وعملنا التراك بتاع العاب القوه والمدرج ده، كل دي كانت موجوده، احنا مجرد بس عملنا فيها التطوير. يعني بس انا عايز اقول حضراتكم احنا ايرادنا امبارح من المنطقه دي فقط 57000 جنيه، ايرادنا امبارح بس من المنطقه ديت، لان احنا بالمستوى ده كل السفارات اللي موجوده في المعادي، كل المدارس الاجنبيه اللي موجوده في المعادي، كل شركات البترول الاجنبيه اللي موجوده في المعادي بتيجي تستخدم هذا المكان دلوقتي، وبقى في عقود معاها لاستخدام هذا المكان. اول ما رفعنا الكفاءه ابتدت الناس تيجي، وعايز اقول لحضراتكم بتوصل ايجار الساعه الواحده فوق ال 1200 جنيه في الملعب. ده شكل المدرج. بس احنا معلش اتفضل، احنا مش هيكون ده على حساب الشباب. لا يا فندم، ما هو دول الشباب يا فندم، يعني احنا عشان بس الارقام دي، الارقام دي لا يا فندم، احنا الارقام دي بناخدها حضرتك، احنا عندنا يعني زي فكره التشغيل الاقتصادي، فاحنا كل المنتخبات بتاعتنا كل الشباب بتاعنا مجانا، ما بيدفعش فلوس خالص، بس احنا عشان نقدر نصرف عليهم فاحنا بنحاول نشغل منه جزء اقتصادي عشان نقدر نصرف على، لان اي منتخب مصر بيجي الاقامه بتاعته مجانا وبيجي يتمرن مجانا وما يدفعش اي حاجه، الوزاره تتحمل التكلفه بالكامل اقامه وتدريبات وكل حاجه، لكن بنحاول نشغل جزء اقتصادي بس عشان نقدر نصرف عليه. دي شكل الملاعب دلوقتي بعد ما طورناها، حاولنا بقدر الامكان نكون مماثلين تماما لشكل الملاعب اللي هتقام عليها الدوره الاولمبيه في اغسطس القادم، علشان يبقى مستوى التدريب بتاع منتخباتنا بيعيش تقريبا في نفس الظروف، كل ده مكيف تكييف مركزي، كل دي حتى نفس انواع الادوات الرياضيه اللي هتقام عليها الدوره الاولمبيه في البرازيل في اغسطس القادم. ده رمايه، ده ميدان رمايه داخل، وده التأديف والجمباز. الملاكمه والجود، احنا على فكره مصر متميزه جدا في العاب النزال، واحنا عاملين يعني مهتمين جدا، معظم الميداليات الاولمبيه اللي حصلت عليها مصر في السنوات السابقه كلها في العاب النزال، ما بين الجودو والتايكوندو والكاراتيه، كل المصريين متميزين جدا في الالعاب التي فيها اتخاذ قرار. يمكن احنا لسه مش متميزين جدا في الالعاب التي ليس فيها اتخاذ قرار، وده اللي بنحاول نشتغل عليه. في فرق جدا بين الالعاب اللي انت بتسابق فيها نفسك او بتسابق فيها الزمن او بتسابق فيها التقل او بتسابق فيها، دي العاب، وفي العاب بتتنافس فيها مع شخص. التنافس مع شخص المصريين نابغين جدا فيها،
طول ما هناك نزال بيقدر يستخدم يعني ذكائه في ان هو يقدر ازاي. لكن لما بتسابق الزمن او بتسابق التقل او بتسابق الارتفاع، هي دي لسه اللي احنا محتاجين عليها شغل جدا، لان هم بيتكلموا على شغل علمي ازاي يكبر العضله ديت، ازاي يقلل يعني، فيبقى فيها شغل علمي اكتر. لكن المصريين في الذكاء شويه بيبقوا متفوقين شويه، فيقدر ياخد بعض القرارات اثناء النزال يقدر يحصل بيه على الميداليه. عشان كده هتلاقوا حضراتكم في كل السنوات السابقه يا اما بطوله الجود احنا بناخد فيها، او التايكوندو او الكاراتيه او حتى السلاح او اي حاجه، لازم يكون في نوع من النزال. لو اشتغلنا على الجزء الثاني كيف تسابق الزمن او التقل او الارتفاع، محتاجه شيء علمي جدا عشان نشتغل عليها، ودي اللي احنا محتاجين نشتغل عليها في الفتره القادمه. لكن عايز اقول احنا تحسننا جدا، بقى عندنا ناس لاول مره في تاريخ مصر من سنه 1907 لما اتعمل الاتحاد الدولي لالعاب القوى، ان عندنا رامي ايهاب عبد الرحمن نمرة 2 على العالم لاول مره. لاول مره عندنا ارقام بتيجي في رفع الاثقال، ممكن ان شاء الله من ايام خضر التوني في الثلاثينات ما خدناش حاجه، لكن متوقعين ان شاء الله ان احنا يمكن ان شاء الله محمد ايهاب عندنا يجيب ميداليه اولمبيه. عندنا توقعات كويسه ان شاء الله باذن الله لميداليات، لكن ده هيهتم ان احنا الست اشهر القادمه يكون عندنا تركيز جدا، لان الامطار الاخيره في اي مسابقه هي اهم حاجه. دي الالعاب الجماعيه، الصاله 2 معموله العاب جماعيه، والحقيقه الناس اللي صممت المركز الاولمبي كانت على مستوى عملت الالعاب الجماعيه زي الطايره والهاندبول والباسكت، كل الحاجات دي في مجمع، وفي المجمع الاخر عملت الالعاب الفرديه. ده المسرح اللي موجود، ده 265 كرسي. المسرح اللي موجود في المدينه الشبابيه في شرم الشيخ 460. ده شكل يعني الاستقبال وال دي صالة الطعام، ودي صالة الطعام بتتسع ل 400 في نفس الوقت يعني. ده شكل الكوريدورات اللي في احنا دول الثلاث مشروعات اللي يعني هنتكلم شويه بس على اللي السيد الرئيس بيتكلم عليه. احنا بنشتغل على خطه عامه في الدوله لتحسين مستوى مراكز الشباب. عايز اقول بس ان احنا لسه ما وصلناش للي احنا عايزينه، في مازالت مراكز الشباب سيئه، في مراكز الشباب لسه ايد التطوير ما راحت لهاش. لكن احنا بنشتغل في 4500 مركز شباب. لما جينا عملنا تقييم ل 4500 مركز، لقينا حوالي 500 منهم ما بين معمول في اوضه، معمول في شقه، معمول في حاجه فوق السطوح، مجرد بس اسم ياخد عليه مركز الشباب ويندب عليه موظفين وياخد عليه مكافئات وياخد عليه دعم، وهو مش موجود اصلا على ارض الواقع. فتخلصنا من ال 500 مركز شباب دول، لانهم الحقيقه مش مراكز شباب، دي كانت بس بتاخد الاسم. فبنشتغل على 4000 اللي خلصناه لغايه دلوقتي من التطوير، حوالي 2700، وشغالين في 500 ان شاء الله هيخلصوا قبل 31 مارس. لكن لسه ما زال عندنا حاجات كتير جدا ما وصلنا لهاش، ولسه حاجات كتير جدا ما بداناش فيها. ومتوقع جدا تلاقي صوره في صحيفه او اي حاجه مركز شباب عباره عن يافطه، وممكن يكون في ماشيه في البيئه، لانها دي سبب من التراكم اللي السيد الرئيس اتكلم عليه. وهقول لحضراتكم التراكم ده جه ازاي، يعني معلش هاخد منكم 30 ثانيه. ده كان بيحصل ايام انتخابات البرلمان في السنوات السابقه، وكان كل حد بيترشح في البرلمان يشيع في القريه اللي هو موجود فيها ان هو قدر مع السيد المحافظ ان ياخد حته ارض وهيعمل للقريه دي مركز شباب، ويبدا في بناء اول 2 3 متر من السور ويحط البوابه ويكتب عليها مركز شباب، وتتم الانتخابات وينجح. تقف الموضوع على كده، فيبدا اليافطه والبوابه وحته من السور 2 3 متر ومفيش حاجه وراها، وتفضل كلمه مركز شباب. فالاعلام يصور ادي مركز شباب والناس ماشيه وراها، ممكن يكون ماشيه حد بيرعى غنم، حد اي حاجه، وتنتهي المده. واستمر هذا الامر بشكل كبير جدا، وكل انتخابات تيجي الناس تقنع الناس انه هيعمل حاجه في مركز الشباب. فبقى عندنا 4000 مركز شباب. احنا مش محتاجين كل هذه الارقام لو كانت مراكز شباب بتأدي الخدمة اللي موجودة فيها، لكن أصبحت مراكز شباب وأصبحت عليها فلوس، وناس عينت عليها ناس، وناس بقت موظفين فيها، وناس بقت كذا، ودخلنا في قصة كبيرة جدا علينا إن احنا نحلها. فهذا التراكم احنا بنحاول نحله، بس لسه هياخد وقت. عاملين خطة مع الحكومة المصرية إن احنا في نهاية السنة دي إن شاء الله هنكون خلصنا ال 4000 ملعب، لكن ده مش معناه إن احنا كده وصلنا للنهاية، لا، احنا لسه محتاجين تطوير داخل مراكز الشباب، إزاي نعمل أنشطة، وإزاي نعمل نوع من الثقافة ونوع من الفن ونوع من التدريبات الأخرى، مش بس مسألة الرياضة. دول آخر ثلاث حاجات احنا خلصناهم في الشهر اللي فات ده. مركز التعليم المدني بدمياط، ده من سنة 2006 متوقف، كانت الدولة صرفت عليه 8 مليون جنيه، وحصلت مشكلة مع المقاول، دخلوا النيابة ودخلوا كذا وتوقفت.
حلينا المشكله واتحلت، وده في مدينه دمياط الجديده في منطقه رائعه جدا على بعد امتار من الجامعه اللي هتتعمل هناك، وعلى بعد امتار من الاستاد الرياضي. وهنا ممكن نعمل كل حاجه، ونقول كل التدريبات اللي ممكن تتعمل لشباب دمياط سواء في ورش العمل في مدينه الاساس في اي حاجه صناعيه ممكن نعملها هنا في اقامه متميزه جدا، وفي ورش ممكن نعمل عليها تدريب كتير. ده حاجه من الحاجات اللي لسه خالصه هذا الشهر. مركز شباب الجماليه ده واحد من اللي احنا بنفتخر بيه جدا. مركز شباب الجماليه ده في حته من احيائنا الشعبيه الجميله قوي، ولكن لما رحنا هناك لقينا المكان سيء جدا والمكان صغير قوي. ففي اقل من 4 أشهر هنوري حضراتكم الشكل بقى عامل ازاي. ده شكل مركز شباب الجماليه دلوقتي، واحنا كمان المساكن الشعبيه دي احنا اللي مبيضينها. يعني لما عملنا هذه المنطقه وبقت المنطقه كده قررنا ان احنا نتعامل مع المنطقه كلها مش بس مركز الشباب. عملنا هذا المبنى وعملناه بمنتهى يعني التقنيه الهندسيه، لان لقينا الارض طبيعه الارض اللي موجوده في المنطقه كلها في الحسين وفي الجماليه والحته دي من طبيعه خاصه. وعملنا هذه الثلاث ملاعب والمبنى ده وحديقه الاطفال اللي موجوده، لان هي دي المساحه اللي كانت متاحه لينا. بس عايز اقول لحضراتكم ان احنا من يوم 14 ديسمبر لغايه 31 يناير دخل مركز الشباب الجماليه 90,000 جنيه، واحنا عاملين ارقام بسيطه جدا، لكن استخدامه لان المنطقه فيها يعني كثافه سكانيه عاليه، فاستخدامه من الصبح لغايه بالليل وجاب 90,000 جنيه. عايز اقول لحضراتكم ان اجمالي اللي كنا بنديه لمركز شباب الجماليه في السنه 20,000 جنيه، ده المتاح من ميزانيه الدوله، لان احنا عندنا 4000 مركز شباب. الحقيقه انا هستلف تعبير قاله لسه من دقائق قليله واحنا قاعدين بنسمع هذا الافتتاح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه. قال يد التطوير لم تنل بعد او لم تصل بعد الى هو كان بيتكلم على مراكز الشباب في على مستوى الجمهوريه، وبيقول ان لسه مش كل مراكز الشباب طبعا طالها هذا التطوير او التغيير. انا هستلف التعبير فكره وصول التطوير الى كل مناحي الحياه اللي احنا عايشين فيها. وعلشان نقدر النهاردة نتكلم على أجيال من الأطفال وسن المراهقة ثم الشباب، ونتكلم إن إحنا إزاي نهيئهم وإزاي نعمل لهم يعني ملاعب أولمبية، وإزاي نهتم بتطويرهم ونفرح بيهم ويمثلوا مصر قدام العالم، لازم بالأساس أرجع لصحة المصريين والشرب وأكل المصريين. إحنا أصلا من أول ما بنتولد بناكل إيه وبنشرب إيه، ولو مرضنا بنتعالج ازاي. دي الفكره اللي متكلم عليها النهارده تحديدا على سلامه الغذاء اللي بنتناوله. هجدد الترحيب مره اخرى بضيفي الكريم اللي منورنا في الاستوديو دكتور حسين منصور رئيس وحده انشاء الهيئه القوميه لسلامه الغذاء. يا اهلا بيك مره تانية يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. كنا واقفين قبل ما ننتقل لهذا البث المباشر عند الفرق عشان المواطن يكون فاهم بين وحده سلامه الغذاء وبين النية لوجود أو إنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء، على ضوء كمان التصريحات الأخيرة للرئيس السيسي بأنه ضروري بقى يبقى فيه قانون لسلامة الغذاء وتبقى فيه منظومة متكاملة. الفرق إيه يا فندم؟ وإن شاء الله برضو يعني تأكيدا لكلام حضرتك يعني أن يبقى فيه 4000 زي ما شفنا في مراكز الشباب 4000 مقر لهيئة سلامة الغذاء على مستوى الجمهورية، وتقدم خدماتها لجميع المواطنين بنفس التساوي. فالمواطن اللي موجود في أسوان وموجود في وادي العلائي والموجود في القاهرة واللي موجود في طنطا بياخدوا نفس القدر من الاهتمام للرقابة على سلامة الغذاء. لأن الاهتمام بالطفل وصحة الطفل تفوق أي اهتمامات الأخرى. لأن لو أصلا أنا ما عنديش طفل سليم وجسمه سليم لا هيتعلم كويس ولا هيفهم اللي بيتعلمه ولا هيعمل رياضة ولا هيبقى رياضي ولا لما يكبر هيبقى حاجة. مواطن مفيد لأي حاجة. وحضرتك ذكرت في وسط في تقديمك على الجزء بتاع نتائج المسح السكاني اللي عملته وزارة الصحة سنة 8 ورجعت عادته تاني بعدها ب5 سنين، ونسبة الأطفال اللي هي في عدم نمو طبيعي وتقزم جسماني 29%. يعني في حوالي التلت. احنا بنتكلم هنا ده مقياس شكلي، انما خش بقى كمان في مدى عقليه الطفل، وده ما تغطاش في المسح السكري وتاثير فهمه وتاثير نموه الطبيعي. فدي كلها اذا انا ما عنديش القماشه اللي ابني عليها الانسان يبقى انا يعني مستقبل البلد هيبقى شكله ايه. رجوعا بقى للفرق بين الاثنين، زي ما قلت لحضرتك ان الوحده
يعني مؤهلة ان هي تقوم بهيئة انشاء سلامة الغذاء لما تطلع، وتعد كل ما هو مطلوب لانشاء الهيئة من كوادر فنية ومن تشريعات ومن برامج ومن رؤية استراتيجية هي هتتنفذ ازاي. احنا توقفنا الجزء اللي فات عن الناحية الاستراتيجية لرؤيتها على مدى الخمس سنوات الجايين والاولويات بتاعتها. فاولوياتها تبدأ باعداد الكوادر اللي هي هتقدر ان هي تقوم بالمهام بشكل احترافي ويبقى عارف بالظبط استخدام. احنا النهاردة كمان في يعني لقينا في حاجة غريبة جدا، لقينا ان وسائل الانفورميشن تكنولوجي او التواصل التكنولوجي الحاجات التكنولوجية اللي خاصة في مجالات الاتصال زي التليفونات والنت وخلافه بقت جزء اساسي في حياة المواطن. يعني لو احنا اتكلمنا على الجزء الاعلامي، يعني من اكبر الاجزاء الاعلامي اللي هي بتساهم في تغيير فكر المواطن من عبر الانترنت، هل احنا هنستفيد من الحاجات دي في تفعيل نوع الرقابة بشكل جديد؟ هل الكاميرا الديجيتال والتليفون الديجيتال واللي فيه امكانيات التصوير هل تمكننا من فعالية اكتر للرقابة ورصد المخالفات وان احنا نعمل رقابة فعالة اكتر؟ الإجابة نعم. هل يستطيع النهاردة المراقب وهو معاه جهاز صغير قد كده وموجود في المصنع اللي كان بيتكلم عليه الأستاذ أحمد اللي كان بيشتكي من عدم وجود رقابة فعالة للصحة في المكان اللي هو عايش فيه، هل النهاردة الزيارات وتسجيلها وإزاي توجهي المكان إن هو يصلح المخالفات اللي فيه وترصدي هل هو صلح ولا لأ؟ هل ده كله بقى سهل جدا بالوسائل التكنولوجية الجديدة؟ فالإجابة طبعا آه. فانت ممكن لا بس ما حصلش قصدي لغايه دلوقتي يعني لسه لا ما هو مش حاصل. احنا بنتكلم يعني مثلا ان كل واحد يخش يشوف مثلا ان في شهاده صحيه للعاملين، شهاده صحيه للعاملين لا قيمه لها، لان الشهاده الصحيه للعاملين بتقول ان العامل اللي بيشتغل في الغذاء لمده سنتين هو لا يحمل امراض. ده ضرب من ضروب الجنون. ما فيش انسان يقعد سنتين ما لا يحمل امراض، ما فيش حاجه اسمها كده. وبتديني صلاحيه بان انا ما عنديش امراض من النهارده للسنتين الجايين. كلام مش مهم، كلام مش يعني ملوش اي معنى. وهلما جرى بيعتمدوا على اخذ العينات، واخذ العينات مصدر كبير جدا للفساد من ناحيه ومن ناحيه تانية عدم الكفاءه. طيب اسمح لي يا فندم ناخد استاذ طلعت. هقول لحضرتك بقى الموضوع حسم اصلا دلوقتي، الموضوع حسم ليه؟ ما انا عايز اتكلم عن حسم الموضوع دلوقتي. الوحده تبقى ازاي بقى؟ او الهيئه تبقى تبع المنصب. اتحسم ازاي؟ ان الهيئه مستقله ومش تبع حد، وده اللي طالب بيه السيد رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه قال احنا عايزين هيئه مستقله لسلامة الغذاء. طب تقارير الهيئه دي هتطلع لمين؟ خلاص ما دام مستقله يبقى هتطلع رئيس الوزاره، رئيس الجمهوريه، لرئيس مجلس الشعب، لرئيس مجلس النواب. هتطلع يعني هيئه مستقله من الهيئات المستقله في الدوله وفقا للدستور. طيب خلينا ناخد استاذ طلعت. صباح الخير يا فندم. اهلا، صباح الفل، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. وانا بحيي الدكتور المناظر حسين منصور. طيب. وبقاله سنين يا فندم الحقيقه بيتكلم على موضوع سلامه الغذاء ده. حسين منصور، انا راجل محاضر في مجال السلامه والصحه المهنيه ومتابع جيد، بقالي 35 سنه في هذا المجال، فمتابع جيد لكل هذه الامور. ولكن لا، عايز اساله سؤال واحد لغايه النهارده لسه قاعد بستني عشان اسمعه. احنا عندنا كم معمل معتمد في وزارات الصحه، التموين، واخد بالك، الزراعه، الصناعه، كل الوزارات المعنيه كم معمل معتمد وسيرتيفايد؟ وخلي بال حضرتك يعني احنا جينا في حته حساسه جدا جدا، والخلافات على المنتجات المستورده ما بين وزاره التموين ولك وزاره الزراعه وايضا وزاره الصحه، ده يقول مقبول وده يقول غير مقبول. فيعني اتمنى اسمع رد سعادتك. ما ده اللي كنا بنتكلم فيه حالا يا استاذ طلعت. انا بشكرك طبعا. هي فكره تشابك الاختصاصات، بس عايزين نتكلم على موضوع المعامل ده. ناخد استاذه عبير. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ممكن اتكلم دكتور معاكي؟ لو سمحت يا دكتور، انا عايزه بس اسالك على الاراضي الزراعيه اللي هي مشبعه بالمواد المسرطنه. انا اعرف ان هي يعني الاراضي دي هتفضل مشبعه بالمواد دي لمده 50 سنه،
فيعني ايه الحل؟ يعني هنفضل 50 سنة مواد المسرطنة ان هي ممكن اثارها تفضل موجودة لمدة 50 سنة في الارض الزراعية. انا بشكرك يا استاذة عبير، وحالا هنرد على استفسار حضرتك. استاذة فوزية، سمحتي كنت عايزة اقول ان انا بطل على الشونة بتاعت القمح اللي في مساكن الشناوي اللي بين شارع الغربلة ومحطة المية وشارع الجيش. اللي فين بقى؟ الشونة في المنصورة. في المنصورة، تمام. في المنصورة وجنب جنب رئاسة حي شرق. تمام. أنا ببص، أنا الوقت ببص في الشباك وشايفة في الشونة دي بيحملوا القمح والرز في العربية مثلا. أيوة. والممر فيه مية مجاري، وحوالين الموارد المخزن اللي متغطي في مخزن مواد تموينية برضه حواليها مداري. دي كارثة طبعا. وفي الشتاء السقف بيبقى مليان مية، فالناس بتيجي. أستاذة فوزية معلش عيدي العنوان تاني بس بالراحة، ثانية واحدة بالراحة وعلي صوتك عشان احنا دلوقتي برضو بعد الحلقة هنتواصل ان شاء الله مع حد بس نحاول ننقذ الكارثة دي. عيدي بقى العنوان تاني تفضلي. اللي هو شونة القمح والرز والمواد التموينية. أيوة. ومخزن بيسكو مصر اللي بين شارع الغربلة في المساكن الشناوي وبين ومين محطة مياه حي شرق. بين شارع الغربلة في محطة المنشاوي في مساكن المنشاوي وشارع الجيش ومحطة المية. وشارع الجيش ومحطة المية في المنصورة. أيوة. طيب. في شونة، في شونة ما بيجوا يحملوا القمح من من المنطقة اللي تحت بتاع السقف المغطى، احيانا بيقع الشوال فينزلوا العمال يحطوه، بيقع الشوال على الارض فيها مجاري. انا بشكرك قوي يا استاذه فوزيه، بشكرك على ايجابيتك كمان، يعني انت يعني ما اتفرجتيش وسكتي، اتفرجتي وكنت ايجابيه وحبيتي تتكلمي وتقولي البلاغ ده على الهوا، بجد انا بشكرك. استاذ عادل صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا بنتي. يا اهلا اتفضل. لو سمحتي، انا من وجهة نظري انا ان اللي بيأمن العقاب بيسيء الادب، فانا شايف ان علاج الغش التجاري والمحافظة على صحة البني ادمين ملهاش حل الا زيادة العقوبة في القانون. حضرتك لما واحد يغش لي دواء ده بيقتل لي طفلي، لان انا المفروض بياخد مضاد حيوي عشان يخف، هو بيمنعني من ان انا اخليه يخف فبيموت، فهو قاتل. اللي بيغش الدواء ما ينفعش تبقى عقوبته سنتين ثلاثة ولا ست اشهر. اللي بيغش الاكل ويجيب لي امراض سرطانية وتؤدي بها الى الوفاة، ده قاتل، المفروض تبقى عقوبته عقوبه القاتل. ما ينفعش نظام القانون القديم دوت بتاع سنه وست اشهر وسنتين. مفتشين الصحه لازم يبقى ليهم جداول عليها رقابه، الناس دي بتأدي عملها ولا ما بتأديش. لازم يبقى التقرير او البلاغ موجه لجهتين، ويبقى مفتش الصحة عارف ان هو هيعاقب معاقبة الراجل الغشاش. انت واخده بال حضرتك؟ طبعا يا فندم. لا رأيي. انا بشكرك جدا يا استاذ عادل. متلفي شويه كده. انا بشكرك جدا. طيب معلش هنحط كده باقي الاتصالات ثواني على الهولد لغايه ما نرد على اسئله. نرجع نبدا بالاستاذ طلعت. طيب. اللي كان بيتكلم على عدد المعامل اللي موجوده. طيب. المنوط شوف حضرتك، احنا عملنا دراسه فحصنا فيها 100 معمل من المعامل اللي موجوده في سلامه الغذاء في مصر. لقينا فيها 15 معمل فقط واخد اعتماد لاحد الاختبارات او بعض الاختبارات. من كم معمل؟ من 100. 15 معمل من 100. طيب بس هنا نقطة مهمة جدا، واخد بعض الاعتماد لبعض الاختبارات. بمعنى يعني انت عندك مثلا التلوث الميكروبي، في مثلا 200 ميكروب، في مثلا 200 طفيل، في 200 فيروس، في 200، يعني بتتكلمي على عدد ضخم جدا من الملوثات الميكروبية، وبعدين الكيماويات، وبعدين متبقيات المبيدات، وبعدين فتبص تلاقي عدد الملوثات مثلا 1000، هو واخد 2 3 4 5 10 من الألف. هنا بقى المشكلة ايه؟ ان المعمل خد مثلا
فيروس واحد مثلا H5N1 يوم عامل اعلان في الجورنان ان المعمل ده اخد الاعتماد للفيروسات. هو ما خدش للفيروسات، هو خد فيروس واحد. فهنا المفهوم بتاع الاعتماد مفهوم مضلل للمستهلك. نمرة اتنين، ايه هو المستوى اللي انت خدت بيه الاعتماد ودرجة الدقة بتاعتك؟ لان الاعتماد بيقول ايه؟ الاعتماد بيقول ان اللي انت بتدعي انك بتعمله انت بتعمله، انما اللي انت بتدعي انك بتعمله هو اللي انا عايزه، ده موضوع اخر. فممكن يكون الاعتماد مش على المستوى المطلوب، لان هو بيعمل اعتماد مثلا بيقدر البروتين، فبيقدر البروتين لكن ما بيفصلش انواع البروتين اذا كان بروتين عضوي ولا بروتين كيماوي، فبالتالي هنا مضلل للمستهلك. خلاص الموضوع المشوار قدام المعامل طويل. المعامل في خلال الفترة اللي فاتت دي حصل فيها تحسين وانا اقر هذا، انما الاعداد غير كافية، انما ما زالت لسه. النقطة بقى اللي مش موجودة نهائيا في مصر، مفيش في مصر معمل مرجعي واحد. المعمل المرجعي هو الفصل ما بين المعامل. فهنا المشكلة التانية ان الجهة اللي بتراقب هي الجهة اللي بتفحص، فلو انا اختلفت معاها هرجع لمين؟ يعني لو اختلفت التقارير ما عنديش المعمل الا اللي يبقى الريفرنس بالنسبه لي اللي يوصل لي. وده حصل في سنه 10 لما حصل فيه كانت مشكله في القمح، ومعامل وزاره معينه قالت نتيجه ومعامل وزاره تانية قالت نتيجه تانية، وبالتالي ما عرفناش ايه الصح والغلط، وبدا بقى اتهامات في الفساد واتهامات في وده الموضوع على كده، انما اصلا مين اللي كان صح ما نعرفش. فهنا دي نقطة مهمة جدا، نقطة طيب. المعامل. فنشكر الأستاذ طلعت على تمام آز. ناخد الأستاذ عبير عشان معنا اتصالات تانية. أستاذ عبير كان بتتكلم على الأراضي الزراعية وبتقول، طب ناخد بس الأول أستاذ بلال معلش عشان معنا على الخط بقاله كتير ونرجع نرد عليهم كلهم. أستاذ بلال صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اتفضل يا أستاذ بلال اتفضل. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. ازاي حضرتكم؟ الحمد لله. طبعا الدكتور مع حضرتك شكرا، نور معانا وبيتكلم في موضوع مهم جدا فعلا. بس المشكله دلوقتي حضرتك بالنسبه للمفتشين والجهات الرقابيه والكلام ده كله يعني مش عايز اقول لحضرتك ان المفتشين دول بياخدوا يروح بيفتشوا بشهريات، يعني ولا تفتيش، يعني كل جهه رقابيه بتحطوها بتزيد الفساد اكثر. يعني المفتشين الصحه دول بيخشوا على المحلات بياخدوا شهريات، وحتى بنكون ما بينقلوهم كل فتره من المكان للتاني، والمفتش القديم بيسلم المفتش الجديد ويقول له ده المكان ده بتاخد منه كذا شهريه، ده بتاخد منه كذا شهريه، وبيسلموا بعض للمناطق. دي حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك الدكتور كان بيتكلم بالنسبه لعمليات ان احنا نحط سلامه غذاء ومن سنه 60 ل 80 احنا ليه ما بنعملش زي ما بره عملوا؟ اول ما ابتدوا خدوا من عندنا وقفوا، يعني ابتدوا نحس ان احنا انتهينا. احنا ليه ما نعملش كده؟ احنا ليه دايما بنحاول ان احنا يعني نخترع العجله ما او نعمل نصعبها على نفسنا ونقعد نفتكس في امور ان احنا ازاي نقدر نعمل حاجات القوانين والتشريعات؟ ما ناخد قوانين من الناس اللي سبقتنا في المجال ده وزي ما هو كده ونطبقها ونبتدي زي ما هم من حيث هم انتهوا. بشكرك جزيل، نجرب في حاجات كتير. بشكرك جزيل الشكر يا استاذ بلال. واستاذ يحيى صباح الخير يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ستنا؟ ربنا يبارك فيك ويسعدك يا رب. يخليك يا رب. الله يخليك يا رب. بقول لسعادتك يعني ليه مشكله دلوقتي في وزاره الاسكان؟ الاسكان ده بره موضوعنا يعني. طب اتفضل سريعا بس. معلش اتفضل اسمعي لي بقى، ده فرصه ان انا كلمتك يعني. يا اهلا بيك. اتفضل بس سريعا عشان ما ناخدش من وقت الفقره. اتفضل. ماشي يا فندم. فطبعا الشقه دي انا مخلقها بدفع فلوس فيها من 2014 لحد دلوقتي. هي اسكان ايه يا فندم؟ الشقه ما جاتنيش. اسكان ايه؟ اسكان دمياط الجديده. اسكان ايه يا فندم معلش؟ دلوقتي بدفع فلوس كل شهر، يقول لي الشهر الجاي الشهر الجاي، وانا كل شهريا بتخصم مني 620 جنيه. طيب. زائد المبلغ اللي انا دفعته الاول المقدم بتاعها. طيب بص يا استاذ يحيى. يقولوا خلاص. طب هقول لحضرتك على حاجه صغيره. حضرتك عارف احنا لسه كنا من كام يوم في صباح دريم فاتحين موضوع الاسكان. أيوة. وكان الطلب مننا انه المشاكل اللي ليها علاقه بالحرك بتحكيه ده احنا. أيوة. يعني بدورنا هنا في صباح دريم بنبعته. كان ضيفنا الكريم المهندس بحاول افتكر الاسم. ايوه اللي هو محمد ناصر. ايوه. رئيس الجهاز المركزي للتعمير بوزاره الاسكان.
فهستأذن حضرتك ما تقفلش، خليك معانا دلوقتي حالا، زمايلي هياخدوا رقمك هيسمعوا بس المشكلة ايه وهيوصلوك بحد في مكتب سيادة اللواء محمد ناصر. تحت أمرك يا فندم، أنا بشكرك. طيب نرجع بقى للأستاذة عبير اللي كانت بتتكلم على الأراضي الزراعية اللي بيحصل أحيانا وضع استخدام مبيدات فيها، وإنها سمعت إنه بعض أنواع المبيدات بتفضل في الأرض تأثيرها السلبي لمدة 50 سنة. زي الدي تي تي ده طبعا كانت حاجات العلم، يعني في حاجات بنسمح بيها وبعدين العلم يثبت بعد كده إن هي ما كانتش كويسة، فده أحد التمن اللي بندفعه نتيجة استخدام المبيدات. إن ممكن جدا يطلع المبيد ده مبيد مش كويس وأثاره مستدامة لمدة طويلة جدا، وموجود في التربة وموجود في المية وموجود في يتراكم جوه الجسم برضه ويعمل مشاكل. طب نعمل ايه يا فندم؟ نعمل ايه؟ ان احنا لازم يكون عندنا رقابة جيدة على استخدام المبيدات، بحيث ان احنا سواء كان المبيد حتى لو ما كانش هيبقى تأثيره كده، ممكن في المستقبل يطلع ان ليه تأثير كده، فلازم ناخد بالنا من دلوقتي ان تبقى في رقابة فعالة، وما نستخدمش مبيدات الا في اضيق الحدود. من الحاجات الغير مباشرة اللي بتأثر على زيادة استخدام المبيدات عدم اختيار التقاوي الجيد، ودي احد الحاجات برضو اللي انهارت جدا صناعتها في مصر في خلال الفترة اللي فاتت. عندنا خبرة يا فندم، عندنا عدد كبير جدا من الخبرة واساتذة الزراعة والهندسة الزراعية، ناس فعلا على قد كبير جدا من العلم. كانت من اقوى الوزارات في العالم بالزبط. في مجال التقاوي بالظبط. ايه اللي حصل بقى؟ الحال يعني كما نرى كثير جدا جدا النهاردة من المزروعات التقاوي بتاعتها تعبانة جدا، فالنبات ضعيف، فالفلاح بيحط كمية مبيدات كتيرة جدا لأن النبات ضعيف. الحل كان التقاوي، ولذلك التقرير اللي احنا قدمناه لوزارة الزراعة علشان تفعل نظام الرقابة على المزروعات، أحد البنود الهامة فيه جدا موضوع التقاوي، وازاي ان الوزاره تستعيد دورها مره تاني وريادتها في موضوع التقاوي. والتقاوي يعني زي الاطفال، احنا بنتكلم على رعايه الطفل. لو الطفل ما طلعش من الاول كويس هو هيفضل طول عمره يعني بالظبط البذره الاولانيه هي بالظبط هي دي هي نفس دي راجع برضو للتقاوي راجع للمبيدات. نقطه تانيه، كثير جدا جدا من المزروعات ملهاش مبيدات مصرح بها من وزاره الزراعه. ليه؟ لأن اللي بيروح يسجل مبيد بيدفع آلاف الدولارات عشان يسجل المبيد، فبقت عائق. فلو إن الحاجة دي ما بتزرعش بمساحة كبيرة الشركة مش هتروح تسجل لأن مبيعاتها قليلة. الفلاح ما قدموش إيه هو المبيد اللي يستخدمه، فيستخدم عمال على بطال مبيدات بشكل مختلف، كل دي بتتراكم تأثيرها في التربة وتنتقل للمية. خدي بال حضرتك يعني المشكله اللي احنا شفناها دلوقتي في تلوث السمك الكبير اللي بالاطنان، نفوق الاسماك راجع لايه؟ اقول لحضرتك راجع لايه؟ تسمم. راجع ان الميه، احنا دلوقتي في فتره السده الشتويه فالميه انخفضت نتيجه السده الشتويه فالتلوث اللي في الميه زاد فالسمك مات. لكن هو التلوث موجود بالظبط، فالتلوث موجود في حاله غسيل الميه نتيجه ان يكون الميه جايه بكتير جدا. وهنا برضو وانا من هذا المكان انا بنبه ان الفتره اللي جايه ونتيجه سد النهضه لو انخفضت كميه الميه هيزيد التلوث بشكل جامد جدا، عشان ما يبقاش بقى مفاجاه لينا انا بقول لكم من دلوقتي. طب ده كلام خطير قوي يا دكتور. طبعا، لان كل ما الميه تنخفض كل ما حجم الملوثات اللي فيها طبعا. التركيز يزيد. يعني حضرتك لما تحطي مثلا غطاء ازازه فيها مطهر حطاه في جالون غير لما تحطيه في لتر طبعا، غير لما تحطيه في كوبايه، تركيز السموم على الميه الاقل اكتر، فعدد الاسماك النافقه بقى اكتر بالزبط. فعدد الاسماك النافقه نفقت بسبب زياده تركيز السموم اللي موجوده في الميه. السموم اللي موجوده في الميه دي جت منين؟ جايه من مصدرين، جايه من المصانع اللي هي بتصرف مخلفات الصناعي مباشره على الميه، وجايه من استخدام المبيدات الغير مرشد. فبالتالي هنا اصبحت الحاجه النهارده لو كنا بنتساهل 1% النهارده لازم نتساهل 0% مع اي مصنع بيصرف صرف صناعي مباشره على مجرى مائي. طيب يعني اعتقد حان الوقت ان احنا نتكلم في الحاجات دي. انت بتتكلمي في موضوعات في غايه الخطوره طبعا، ما ينفعش الريلاكسيشن اللي موجود. الاستاذه فوزيه اللي اتكلمت طب على ممكن قبل استاذه فوزيه ناخد اتصال، احنا كاتبين كل النقاط دي. ناخد استاذ ياسر من اسكندريه. صباح الخير يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. معلش دي واحده بس يعني اكتب
لا هتعلي صوتك لو سمحت، الصوت مش عالي قوي. ايوه مع سيادتك يا فندم، مع سيادتك. اتفضل. انا زي ما قلت لحضرتك في الكنترول، انا ما خدتش اغذيه في وزاره الصحه. لا احنا مش سامعين، الصوت بيقطع قوي يا شباب. معلش استاذ ياسر اقفل واتصل بينا تاني، صوتك مقطع قوي. طيب استاذه فوزيه، طبعا البلاغ اللي هي قدمته على الهوا ده موضوع ميه الصرف الصحي المحيطه بعمليه تشوين القمح. شوف ده انا برضو يعني عالجت اليه في الحوار، وده اللي انا بستخدمه علشان خاطر الناس اللي فاكره ان سلامه الغذاء مسؤوليه جهه معينه. مسؤوليه الغذاء معقده جدا بما فيها التخزين والنقل، ويعني هي بتتكلم على مواصفات الشونه والظروف المحيطه بالبيئه للشونه وتلوث الحبوب اللي محطوطه جوه الشونه. طبعا ده هيؤدي الى نمو فطريات، هيؤدي الى نمو بكتيريا، الى افراز افلاتوكسينز. الافلاتوكسينز مضره جدا بالكبد وتسبب تلوث كبدي وبتاثر على وظائف الجسم وتخفض المناعه، وبالتالي يبقى الكائن مهيئ للاصابه بالسرطانات وهلو مجره. طبعا يعني لو احنا عرفنا ان عمليه التلوث بتاع الميه اللي هي طالعه نتيجه زياده اللي ما فيش صرف صحي في الارياف وفي المناطق الريفيه وتلوث المصانع اللي هي بتتحط الصرف الصناعي بتاعها مباشره، الميه الجوفيه كمان تلوثت غير الميه السطحيه. فهنا محتاجين نظرة مختلفة تماما لمعالجة التلوث البول. لسه من يومين يا دكتور هنا في صباح دريم كنت بقرا نشرة الاخبار في القوي يعني الاخبار، وكلمت على خبر انه وزارة التموين ووزارة الزراعة الاتنين كانوا في كده شوية اختلاف على النسبة المقبولة من وجود فطر الارجوت في المنتجات، وانه هي المفروض ما تعديش 5%، فان في شحنه جت من فرنسا فترفضت ورجعت تاني لفرنسا. فاحنا يعني احنا بنعمل ايه؟ احنا بنضيع وقت، مش بنضيع، هو ده الصح اللي يتعمل، ان احنا بنستهلك وقت كتير قوي قوي في انجل معينه في زاويه معينه، وبنسيب بقى حاجات تانية كتير، يعني بنسيب تشوين قمح وذره ورز وحاجات تانية ممكن تبقى اصلا زي ما الدكتور كان لسه بيشرح اصلا هي متشونه غلط، ففيها كم رهيب من الفطريات ومواد الاكسده والحاجات اللي بتعمل ضرر مباشر بصحه الانسان. فاحنا عمرنا ما هنتقدم طول ما احنا ماشيين في حاجه واحده في زاويه واحده، هي لازم يحصل منظومه متكامله، نبقى بنراجع كل حاجه بتحصل مش حاجه واحده بس. لان حتى قصه فطر الارجود 5% والنسبه زادت والتموين قالت ايه وكانت عايزه تدخله بس الزراعه رفضت، اخذنا وقت كتير قوي بنناقش الموضوع ده، في حين ان احنا عندنا حاجات تانية سايبينها قدام عينينا اهو، المواطنين اللي بيتصلوا بيقدموا البلاغات وبيقولوا الحق يا حكومه عشان في ده بيحصل. استاذ ياسر تفسير حضرتك رجع لنا تاني، اتفضل. تفسيره ايه؟ يعني ليه احنا مهتمين بالحاجات اللي في الواردات ومش مهتمين بالسوق المحلي؟ ليه؟ مهتمين بشكلنا قدام العالم؟ لا و لا. لان للاسف شديد جدا ان الوارد ده بيدفع لي فلوس للفحص، ففي عائد داخل للمعامل بتتم توزيعها لاوجه كتيره جدا وناس كتير جدا، انما الفحص الداخلي معلوش عائد. احنا الحقيقه اغلب مشاكلنا هتنتهي لو احنا تعاملنا كمصريين جوه البلد زي ما الاجانب اللي يجوا يقعدوا عندنا هنا بيتعاملوا. الحقيقه يعني لو تعاملنا كده هنعيش عيشه فوق الاحنا بنراقب المنتج المحلي زيرو، والمنتج اللي جاي من الخارج بنتخانق عليه لانه فيه مدفوع الفلوس طبعا نتيجه الفحص. استاذ ياسر رجع تاني من اسكندريه، اهلا بيك يا استاذ ياسر واتفضل. اهلا اهلا بحضرتك، صباح الخير. انا كده سامعينك، اتفضل يا فندم. اتصلت المره الاولى ولا يهمك، اتفضل. انا مفتش اغذيه في وزاره الصحه، مش هينفع اقول طبعا في انهي محافظه ولا هينفع اقول اسم الحي. هو مش من اسكندريه عشان بس انا قلت من اسكندريه، يبقى من اسكندريه كمان. مشيها اسكندريه، اتفضل. ايوه فعلا، انا مفتش اغذيه في وزاره الصحه. تمام. من خلال شغلي في مجال الاغذيه بقول لحضرتك بمنتهى الامانه، في مفتشين اغذيه عندهم ضمير جدا وكويسين جدا، بس المنظومه تطحن اي حد عنده ضمير. يبقى الحل الوحيد قدامه تضطرب بره الملعب، يا اما تلعب بالقوانين بتاعتك. ازاي يا فندم؟ يعني الاستاذ بلال كان اتصل بحضرتك وقال لك ان الموضوع عباره عن حصر في كل مكتب اغذيه، عندك كذا محل وعندك كذا مطعم وعندك كذا شركه. المحل ده بيدفع 50 وده بيدفع 100 وده بيدفع كذا، وده ما بيدفعش فعلى طول اسحب منه عينات واعمل له محاضر واشتراطات صحيه ومحضر شهادات صحيه لحد ما الراجل يضطر طوعا او كرها
انه يمشي برضه في السيستم ويدفع 50 زي زمايله ما بيدفعهم عشان يديق شرك. انا بمنتهى الامانه والصراحه انا دخلت المنظومه وعملت ده زي زمايلي ما بيعملوا. لان كان البديل قدامي ان اتشاط واطلع بره وهنبقى كلنا يعني في شرف وعفه مريم العذراء وانت السوقه الوحيده في وزاره الصحه وانت طردت بره لانك فاشل وما انتش عارف شلون. المنظومه يا فندم بما انه حضرتك مفتش صحه وغير راضي عن الوضع نفسه وغير راضي على اللي بيحصل حتى في مفتشي الصحه اللي عندهم ضمير وعايزين يشتغلوا، رايك تتحل ازاي الازمه دي؟ ايه السيستم اللي المفروض يتحط عشان الناس اللي عندها ضمير تعرف تشتغل من غير ما تضطهد زي ما حضرتك بتحكي دلوقتي؟ يعني او من غير ما تبقى هي الحاجه الاب نورمال، يعني هي الحاجه الشاذه عن القاعده يعني. صحيح، بيبقى هو ده الشاذ عن القاعده. الحل الوحيد اللي انا بمني نفسي بيه وبرضه بعض زمايلي اللي يعني متفقين معايا على نفس الخط، هيئه سلامه الغذاء اللي بتقرر اللائحه بتاعتها فوق الممتازه، وانا اعرف ان احنا منتظرين موافقه مجلس النواب على القانون بتاعها. تمام. لائحه فوق الممتازه. المشكله الكبيره سيادتك اللي هي عامله التركيبه فوق بعضها من الفساد وتركيبه فوق بعضها من جعل الفساد قانون في جيل، انا اسف واعتذاري طبعا للضيف اللي مع حضرتك لان كل قاعده ولها استثناءات، جيل مفتشين الاغذيه والتموين وكل الاجهزه الرقابيه، كل الناس اللي تجاوزت ال 55 سنه اللي هم فاضل لهم 5 سنين ولا 10 سنين يطلعوا معاش، جيل متحجر وهم الصح وهم الراي الاوحد، وانتوا كشباب لازم تبقوا تحت رايتنا عشان نعرف نسلمكم الرايه دي، يا اما نكسر الرايه علينا وعليكم. يعني أنا اللي معايا فوق الخمسين سنة مرعوبين من هيئة سلامة الغذاء لأنه بيقولوا إحنا مش هيبقى لنا دور فيها وأكيد هيطلعونا وأكيد ما أعرف إيه، لكن أنا بأكد لحضرتك والله ما في أي رقابة، والله وحياة ولادي ما في أي رقابة صحية على متداول الأغذية. وأقول لحضرتك ببساطة، الشركات اللي في دايرة مكتبي اللي أنا شغال فيه كمراقبة أغذية اللي المفروض أنا بروح بسحب منها عينات اللي ماشي والعرف اللي ماشي وممكن أصور لكم بالموبايل إن أمكن، الشركات دي كل شهر بتجيب هي العينات اللي على كيفها وعلى مزاجها وتجيبها لنا لحد المكتب، بس بيبقى في جنبها كام كرتونة كده هدايا عشان ترضينا، بدل ما نروح إحنا نفتش ونسحب من الشركة هي بعتت لنا تروح المعمل المنتقاة ومعاهم كام كرتونة كده هدايا عشان اطعم الفم تفتح العين. أنا بشكرك جزيل الشكر. أنا بتشكر حضرتك على إتاحة الوقت وأتمنى إن هيئة سلامة الغذاء يكون فيها ولو بسيط من الأمل إن كان في بلدنا أمل. أنا بشكرك جزيل الشكر يا أستاذ ياسر، بس قبل ما آخد اتصال أستاذ محمد أنا عايز أسمع تعليق دكتور حسين على مكالمة أستاذ ياسر. يعني أنا مش عارف يعني إيه التعليق اللي يتقال. يعني الكلام اللي قاله يعني يسقط وزارة. الكلام اللي قاله في غاية من الخطورة، وشاهد من الناس اللي هي شغالة في وشاهد بمنتهى الصراحة والواقعية، وشاهد على حجم الفساد اللي موجود، وشاهد على الأداء الثقافي الغذائي المتواضع للعاملين القدام ووجهة نظرهم في المنظومة ومشاكله هو، يعني إزاي يبقى كويس، وهو ده مضمون اللي احنا بنتكلم فيه بالظبط. احنا محتاجين قانون جيد ومفتش متدرب متمكن له مرتب ودخل يصونه من الوقوع في الخطأ، والقانون لأول مرة قانون الغذاء البديل للوضع الحالي محطوط فيه الرقابة كمان على اللي بيراقب. يعني احنا ما عندناش هنا اللي بيراقب ازاي نحميه من خطأ نفسه، ازاي نحميه من نفسه، ازاي نحميه انه يغلط، ولازم يكون فيه سيستم ونظام يراجع عليه بان لو بيعمله صح. وهنا اللي قلته لحضرتك من احد المميزات للتكنولوجي الجديده انك انت تقدر انك انت تراقبي، لان هو وده كان برضو هنا في احد الزملاء اظن كان الاستاذ عادل او الاستاذ عادل اللي اتكلم على موضوع تفعيل القوانين. الاستاذ عادل اللي هو اتكلم على ايه؟ قال لك ان هو رايح المفتش للمكان اللي بيفتش عليه هو مش عارف هو جاي ليه، معوش لسته، ما هو معوش تشيك ليست الاول يا فندم. ايوه معوش تشيك ليست صح، فبالتالي هو رايح يعمل ايه؟ والتشيك ليست دي بتتبني بناء على ايه؟ ما مش موجوده. يعني مثلا لما قلت لحضرتك ان مفيش درجه حراره موجوده في القانون، يبقى بالتالي لما يلاقي لحمه متعلقه في الشارع مش غلط، فهو رايح جاي يراقب على ايه؟ يعني ايه اللي جاي يراقب عليه في الجزار؟ ممكن مثلا حد يقول لك اللون، الريحه، التكستشر، هي عشان توصل للمرحله دي تبقى درجه الفساد وصلت ل 100%.
طب انا بكلمك على الفساد اللي لسه قبل ما توصل، يعني ده بقى فساد ظاهر اصلا. المستهلك مش هيشتريها، هو في واحد هيروح يشتري لحمه من التنه لما يلاقي قدامه لحمه من التنه هيروح يشتريها؟ لا طبعا. وذلك انا استغرب جدا لما حد يقول لك ايه، طب احنا نعرف منين السمكه دي؟ يعني تعرف ايه ما سمكه معفنه قدامك؟ يعني محتاجه حد يحلل فيها. انا بندور على الحاجه اللي توصل لمرحله بدايه الفساد، مش لما تكون فسدت وانتهت ان هي لا تنفع تتاكل ولا تنفع لاي حاجه. فالقصه هنا يعني اللي قاله الاستاذ بلال انا يعني احييه جدا، لانه انسان عنده ضمير فعلا، واللي هو قاله ده بلاغ رسمي يعني يوصل لاعلى السلطات، كفايه كده. طيب ناخد الاستاذ محمد من المنوفيه. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم، اهلا بيك اتفضل. معاك دكتور محمد فتحي سالم، استاذ في جامعه المنوفيه. دكتور محمد استاذ بجامعه المنوفيه، اهلا بيك اتفضل. بصبع دكتور حسين منصور انه استاذنا ومن نفس القامات المحترمه. بصبح لحضرتك. انا بقول لحضرتك يا دكتور حسين، الحديث اللي حضرتك ذكرته دلوقتي حديث ذو شجون. احنا كان لنا مبادره من ابريل 2011، وكنا رحنا عقمنا مركب كامله في ميناء بوئير عشان السموم الفطريه اللي هي الافلاتوكسين. كان المركب ورده يا دكتور حسين جايه للاحتياجات التجاريه في مصر هنا، كانت داخله ب 84 جزء في المليون. وحضرتك تعرف ان التشريع المصري او القانون المصري بيقول لغايه 20 جزء في المليون. عقمنا المركب يا دكتور حسين ب 72 ساعه، وجت بعدها مركب فيها ايرجوت برضه عقمناها وتخلصنا من الايرجوت. بعد كده عملنا طلبت من المسؤولين جدار الزراعه وقتها، وكان وزير الزراعه الدكتور احمد الجزاوي، وكان مدير معهد الاغذيه والاعلاف الدكتور محمود الطحام، ان نعدل التشريع اللي يسمح بدخول قمح فيه سموم فطريه، ونقدر زي وسيله المعالجه الاوروبيه الاوروبيين بيعملوا. للاسف يا دكتور حسين، ويا ريت حضرتك تكتب النوتس دي على مسؤوليتي انا، مصر لغايه النهارده ما فيهاش تشريع ووسيله امنه للتخلص من السموم الفطريه ان فيفو في السفينه. يعني احنا السموم ايه يا فندم؟ للتخلص من السموم الايه؟ من السموم الفطريه قبل ما تدخل مصر. بمعنى احنا عندنا تخصصنا جوه الجامعه يا استاذه ان احنا نعمل تكنولوجي جديد مبتكر للتخلص من السموم الفطريه. السموم الفطريه دي فطريات في نوعين اثنين من الفطريات بينتجوا سموم فطريه، دي مسؤوله عن 40% من سرطان الكبد في مصر، ودي باعتراف كل اساتذه الكبد. والماده دي بتخش لنا كل عن طريق زي ايه يا فندم دكتور محمد؟ الماده دي موجوده في 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 في, في المنتجات الغذائيه اللي هي زي ايه تقريبا اكترهم؟ موجوده يا فندم في اربع مكونات كبار احنا بنستوردهم. موجوده في القمح، كل القمح اللي جاي من بره، موجوده في الذره الصفراء اللي جايه من بره، موجوده في الفول الصويا اللي جاي من بره، موجوده في الرده اللي جايه من بره. يا خبر ابيض. دكتور حسين منصور يعلم. اه والله يا خبر ابيض. الكل انا بكلمك استكل، وانا ايدي في الملعب، ده تخصصي. عملنا يا دكتور حسين وقتها عقمنا مركب باعتراف ميناء ابو قير 9000 طن ب 72 ساعه. والمركب لما دخلت وزاره الزراعه والحجر الزراعي والرقابه على الصادرات والواردات ومعهد الاغذيه والاعلاف اقروا ان السموم الفطريه بعد ما كانت 84 جزء في المليون بقت 2 جزء في المليون. ايه المشكله بقى يا دكتور حسين؟ هي دي النقطه، ودي يا ريت حضرتك تاخدها في المطبطه بتاع قانون سلامه الغذاء. انا بشكر حضرتك انا بشكر حضرتك يا دكتور محمد. يعني انا عايز اسمع كل الكلام للنهايه، بس ان شاء الله هنتواصل مع حضرتك في البرنامج. حوالي 40% من اللي بنستورده من لا حاجات بنستوردها من بره مسؤوله عن 40% من مشاكل الكبد في مصر. دي كارثه يعني. بص انا مش يعني تقريبا انا لا مش هاخدها بالرقم بالظبط كده، لاني يعني مش بالضروره ان انا هتشكك في مدى صلاحيه الاجهزه الرقابيه على المستورد، لكن التشكك الكامل، مش تشكك بقى هنا، اليقين. الحاجه دخلت كويسه، خلينا نحط الفرضيه دي دلوقتي، دخلت كويسه، خرجت من المينا، ايه اللي حصل لها بقى؟ هو ده السؤال. انه مثلا ممكن تكون اتسابت، اتخزنت ازاي؟ اتنقلت ازاي؟ استخدمت ازاي؟ المخازن اللي عندنا هل هي تمنع نمو الفطر ولا لا؟ هو انا نتكلم الدكتور محمد اتكلم على تلوث
بالافلاتوكسين اللي هو الافرازات بتاعه الفطريات في الذره وفي القمح وخلافه، وفول الصويا دي موجوده في التربه. يعني اصلا الفول السوداني احنا مش مستوردينه، الفول السوداني احنا بنصدره. اعلى معدلات رفض في الفول السوداني جايه من عندنا احنا، لان الفول السوداني فيه افلاتوكسين، ده موجود في الارض عندنا، موجود في البيئه بتاعتنا. فالمشكله هنا بالنسبه للافلاتوكسين اكتر في التداول الداخلي، مش المشكله في اللي جاي من بره، لان اللي جاي من بره بتفحصيه، وانس انه اتفحص ودخل مفيش جوه بقى فحص تاني ولا في مراقبه. يعني المراقبه واقعه داخليا، وده انا قلتها لك برضو حضرتك النهارده، ان اللي جاي من بره بيدفع عليه فلوس للفحص، جوه مفيش فلوس بتدفع على الفحص. فاللي جاي من بره بنعمله بضمير عشان انا بدفع فيه، يعني بتعمليه بيتعمل، يعني انا معرفش الضمير، ده حاجه خاصه بين الانسان وربنا. لا بيتعمل انا بتكلم في إيه شويه. ايوه انا بتكلم في ايه يا فندم، انه عدد التجاوزات حتى اللي احنا بنقدر نلمسها في المنتجات الفاسده او البايظه بالظبط بتفرق داخليا عن اللي بيجي لنا من بره. وبعدين الفلوس اللي بتدفع في الفحص جزء منها من هذه المبالغ بتصرف مكافآت للعاملين، فنسبيا دخلهم اعلى من المفتشين اللي بيفحصوش من بره. يعني المفتشين اللي بيفحصوا في الداخل ما عندهمش مصدر لزياده مرتبهم زي اللي هم بيفحصوا اللي بره. طيب خلينا ناخد يا فندم بعد اذنك مختلفه شويه رئيس شعبه الجزارين على الهاتف استاذ محمد وهبه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اهلا بيك، اتفضل. اهلا وسهلا، انا بصبح على الدكتور حسين منصور. الو معاك، بيصبح عليك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا دكتور. الله يخليك يا حاج، ازيك؟ انا 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 بجاهد مع الدكتور حسين منصور من 2009 او 2008 حاجه زي كده لانشاء هذا الجهاز. لان الجهاز ده مهم جدا جدا جدا، بس انا ليا بعض تحفظات. نمره واحد، عشان ننشئ هذا الجهاز نمره واحد لازم يكون معاه صلاحيه من الالف الى الياء على جميع المنافذ، بمعنى الصادرات والواردات والجمارك والحاجات اللي بتيجي، مش هو تفتيش بس على المنافذ وغيره، لا يعني ياخدها من اولها لاخرها. واسمح لي بقى ازود على رقم واحد قبل ما تقول لنا رقم اتنين، الضبطيه القضائيه كمان ما اتكلمناش عليها. ما ده طبيعي، ده وضع طبيعي طبعا. لكن هو لو عنده لو هو مديله سلطه علشان يتاكد من حاجه، يا دكتور حسين فاهم الكلام ده عشان ما تضيعش الوقت. بالظبط كده، هو اصلا الجهاز معاه هيبقى معاه، يبقى الصلاحيه الكامله هنتكلم عليها. النقطه الثانيه يا فندم، نمره اتنين، نمره اتنين عايزين يبقى فيه ننتقي اعضاء هذا الجهاز، بمعنى اجتماعيا ويكون الخبرة وياخدوا دورات اجتماعيا، ونقصد بيها اطبق عليهم نظام مع احترامي وكلاء النيابة والبتاعي. في نقطة تالتة يا فندم عشان بس احنا وقتنا انتهى، في نقطة تالتة. وده ده 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 انا المفروض تديني وقت عشان هو عارف الدكتور حسين. انا يا فندم معلش، بس حضرتك كلمتنا في اخر الفقره والله، احنا يا دوب بس احنا قدامنا دقيقه واحده، في نقطه ثالثه هاخدها دقيقه واحده. طب اتفضل. انتقائهم ثلاثة لازم يتعمل لهم كادر ومرتب مجزي عشان ما بقاش يمين ولا شمال. تمام. نمرة أربعة، قبل احنا ما ننفذ على المنافذ يبقى نشوف المنابع والمجازر، وهو يعلم ان المجازر بتاعتنا كلها لا تصلح للذبح والكلام ده كله. نمرة ثلاثة، النقل كمان لابد يبقى جيد، عربات مبردة وغيره وغيره. أشكرك، التدريب الكافي بقى. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد وهبة رئيس شعبة الجزارين. إيه رأيك يا دكتور؟ شوف حضرتك، أنا حصل إن من أولى المداخلات ليا في التلفزيون بعد ما خلصت لقيت مكالمة كانت من الحاج وهبة وبيقول لي أنا جبت تليفونك من القناة وسمعت اللي أنت قلته، وأنا رئيس شعبة الجزارين وبقول لك إن أنا أول واحد هيلتزم بكل اللي أنت بتقوله لو اتعمل. ودعاني فعلا الى الغرفه، وجم مجموعه من التجار ومن في قطاع الدواجن وفي قطاع البقاله واصبحوا اصدقاء جدا، لان وجدت ان هم على درجه من الثقافه. يعني اولا شوفي حضرتك الاربع اقتراحات اللي هو قالهم عكسوا درجه ثقافته هو في المطالبه، انا ما بسمعهاش من المراقبين اللي موجودين. اللي هو طالب بيه ايه؟ أنا أولا بطمنه إن الأربعة دول موجودين جوه صندوق الجزاء، وكان أول لقاء ليا معه في غرفة التجارة. فأنا بقول لهم قولوا لي أنتوا عايزين الجهاز يطلع يعمل إيه؟
فقعدت خدت النوتس بتاعتهم، فبعد ما خلصت قعدتها مرة تانية بإعادة الصياغة. معلش يا دكتور، قلت لهم هو ده قانون الغذاء، لان وقتنا انتهى ولازم نرجع للبث المباشر، فبس في دقيقه كده قول لنا عايزين ايه من القانون ده. هو ده اللي هو قاله بالظبط، هو موجود جوه يعني الضبطيه القضائيه، التدريب الكامل، الناس اللي هم شروط الناس اللي بيشتغلوا، الكادر والمرتب العائد المتميز بالنسبه لهم عشان خاطر ان هو يحميهم من الفساد. فشكرا يا حاج وهبه. طيب. وشكرا للتجار وشكرا لحضرتك، وهم منتظرين فعلا. يعني هنا عشان نقول ان الناس ان هم ضد سلامة الغذاء، هم مش ضد سلامة الغذاء. طيب انا بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور حسين منصور، رئيس وحده انشاء الهيئه القوميه لسلامه الغذاء، جزيل الشكر يا فندم على المعلومات المهمه جدا اللي افدتنا بيها. ان شاء الله هنكون مع حضراتكم ونتابع هذا الموضوع المهم المتعلق زي ما قلت باكلنا وبشربنا بصحتنا، وحنتابع مع بعض مجلس النواب بفورة عرض هذا القانون عليه إن شاء الله وإيه اللي هيحصل فيه. خلونا دلوقتي نرجع تاني نطلع لبث مباشر على الهواء لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجموعة من المشروعات الإسكانية التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة في 6 أكتوبر، ونرجع تاني عشان نتكلم على الفيديو اللي أشرنا ليه في أول الحلقة، هذا الفيديو الذي أثار غضب المصريين وهو عن بيع أو ما يطلق عليه القائمون على هذا الفيديو بيع آثار